بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنكمل من المكان اللي احنا وقفنا عنده المحاضرة اللي فاتت. أنا كنت وصلت تقريبا يعني في المحاضرتين للـ D by the X Notation. احنا دلوقتي في شابتر 3، شابتر التفاضل، وهبدأ شرح من الـ D by the X Notation. طيب ايه بقى الـ D by the X Notation؟ طبعا احنا دلوقتي ولغاية دلوقتي بنستعمل اف داش عشان نعبر عن التفاضل الاول، واف دبل داش عشان نعبر عن التفاضل الثاني. لكن في الحقيقة ده مش كافي. ليه بقى؟ لان اف داش واف دبل داش صحيح بتعبر على انه التفاضل الاول او الثاني وهكذا، لكن ما بتبينش انا بعمل تفاضل بالنسبة لمين. وبالتالي الفاريبل اللي انا بعمل عليه تفاضل او التفاضل بيبقى بالنسبة له ما بيبقاش واضح في الصيغة دي. فده اللي خلى الناس تفكر يطلعوا النوتيشن اللي انتوا شايفينها دي اللي اسمها دي باي دي اكس. دي باي دي اكس يعني ايه؟ يعني التفاضل بالنسبة للفاريابل اكس. وبالتالي لو الفانكشن واي فانكشن اوف اكس يبقى دي واي باي دي اكس بتعبر عن التفاضل الاول. طيب لو الفانكشن فانكشن في تي، واي از ا فانكشن اوف تي، يبقى دي واي باي دي تي بتعبر عن التفاضل الاول. طيب لو عندي فانكشن اكس تكعيب ناقص 4x ماينس 4x، التفاضل بتاعها هيبقى دي باي دي اكس، يبقى انا كده بعمل تفاضل بالنسبة لاكس. جميل، وهكذا. طيب وبالتالي النوتيشن دي باي دي اكس لما تخش على اي دالة انا اقصد التفاضل بتاع الدالة دي. يعني فور اكزامبل بص على الصيغه اللي قدامنا دي، دي باي دي اكس متخش على اف اوف اكس مضروبه في جي اوف اكس، يبقى هنطبق قانون الضرب اللي احنا عارفينه. طبعا قانون الضرب لما بيجي تفاضل ضرب دالي، حاصل ضرب دالتين، بعمل ايه؟ الاول اف اوف اكس دي باي دي اكس الثاني، ده معناه تفاضل الثاني، زائد الثاني جي اوف اكس دي باي دي اكس الاول، وهكذا. طيب وبالتالي دي باي دي اكس برضو اما تخش على دالتين مقسومتين على بعض هنعمل نفس الحكايه. اول حاجه مربع المقام اهو جي اوف اكس الكل سكوير، تمام. وبعدين البسط بيجي ازاي؟ المقام جي اوف اكس تفاضل الاول اللي هو دي تفاضل البسط دي باي دي اكس اف اوف اكس ماينس البسط اف اوف اكس دي باي دي اكس المقام، وهكذا. يبقى احنا بدل ما كنا بنقول داش هنقول بعد كده دي باي. طيب تعالى ناخد الاكزامبل ده. فايند دي واي باي دي اكس فور واي بيساوي 3 اكس ماينس 1 على 5 اكس بلس 2. جميل، لما نيجي نعمل تفاضل الداله دي بسط ومقام. جميل، طيب بسط ومقام فين البسط وفين المقام؟ البسط اهو والمقام اهو. وبالتالي لما اجي اعمل تفاضل هعمل تفاضل ازاي؟ هعمل تفاضل يبقى هستخدم القانون بتاع القسمة. قانون القسمة بيقول ايه؟ بيقول ان انا عشان اعمل تفاضل اول حاجة هحط المقام تربيع. طيب وبعد ما المقام يبقى تربيع هعمل ايه؟ اهو يبقى الدي واي باي دي اكس، الدي واي باي دي اكس هجيبه ازاي؟ 5x بلس 2 سكوير، كل سكوير اهو، والبسط يجي ازاي؟ المقام 5x بلس 2 مضروب في تفاضل البسط، يبقى احط قدام البسط دي باي دي اكس. جميل، ماينس البسط اللي هو 3 اكس ماينس 1، وبعدين تفاضل المقام اللي هو دي باي دي اكس 5 اكس بلس 2. وبعدين هصفي الحوار اللي قدامي ده. لاحظ الخطوه الجايه دي باي دي اكس هتتوغل او هتخش على القوس. طبعا القوس الاولاني هينزل زي ما هو، دي باي دي اكس لما تخش على 3 اكس ماينس 1 تفضل 3 او التفاضل بتاعه 3 ماينس القوس الاول مفيش حاجه، هينزل زي ما هو. ودي باي دي اكس تخش على 5 اكس بلس 2 تفضل 5، يبقى تتصفى بالمنظر ده. طيب الاكزامبل اللي بعد كده، فايند دي باي دي تي اللي داخله على القوس الكبير ده اللي هو تي كيو ماينس تي اوفر تي سكوير ماينس 1. جميل، عشان اجيب الدي باي دي اكس الكلام اللي قدامي ده، يبقى اول حاجه دي انا اسف الدي باي دي تي هتخش على كل ترم لوحده، تخش على التكعيب الاول تخلصها وبعدين تخش على القوس. طيب لما الدي باي دي تي تخش على التي تكعيب هتبقى دي باي دي تي
للتي تكعيب ماينس دي باي دي تي للتي اوفر تي سكوير ماينس 1. جميل. وبالتالي الخطوه الجايه ادخلها بقى تبقى التي تكعيب 3 تي سكوير ماينس الكوس بقى الكبير ده، لان الدي باي دي تي هتخش فين؟ تخش على الكوس. طب الكوس ده حاجتين مقسومتين على بعض، يبقى المقام تربيع اهو، وبعدين المقام تي سكوير ماينس 1 تفاضل الباست تفاضل التي 1 ماينس الباست تي تفاضل المقام اللي هو 2 تي. صفي بقى الكلام ده كله هتوصل للناتج اللي هو ده اهو. الخطوه اللي بعد كده find du by dx for u equal x وافتح قوس x plus 1 x plus 2. حلو قوي. لاحظ ان دول تلات ترمات مضروبين في بعض او تلات اقواس مضروبين في بعض، فمين بقى الاول ومين التاني؟ طبعا عشان تحل المشوار ده يا اما تمسكهم توزعهم، يعني تضربهم في بعض وتطلع حاجات مجموعة على بعضها وبعدين تعمل تفاضل. ما انصحش بالطريقة دي، لان الطريقة دي ممكن تغلط في الوسط، وبالتالي هتبقى انت غلطت في التصفية ولا جبت تفاضل ولا عملت. الحاجة التانية انك انت تاخد ترمين منهم تعملهم اول زي كده اهو، x مضروبة في x plus 1 ده انا هعتبر ان ده الاول، تايمز x plus 2 ده هعتبر ان هو التاني. وفي حاجة تالتة كمان، ان انا ايه بدل ما كده اوزع الاكس على قوس منهم ويبقى خلاص، يبقى انا كده ايه حليت المشكلة، ميبقوش تلاتة. ايا كان بقى انا هستخدم ايه، خلينا ناخد الصيغة دي ونشتغل عليها. طيب عشان اخد الصيغة دي واشتغل عليها يبقى دي يو باي دي اكس ايكوال. تعالى بقى الترم الاولاني، دول بقوا دالتين مضروبتين في بعض اهم. يبقى الاول اكس افتح قوس اكس بلس 1 مضروب في تفاضل الثاني x بلس 2، التفاضل بتاعه 1 بلس الثاني x بلس 2 دي باي دي اكس بتاع الاول، ولازم اكتبها كده. ليه بقى؟ لان دي باي دي اكس لسه عشان تخش هنا هتعمل شغل. طيب الخطوه الجايه بقى هركز على دي باي دي اكس لما تخش على دول. طيب لاحظ بقى دي باي دي اكس لما دخلت على دول، لاحظ ان هنا اهو كل ده نازل زي ما هو اهو لغايه هنا. جميل. يعني لغاية هنا كل ده شكل اللي فوق. طيب من بداية من اول هنا بقى ده دي باي دي اكس اما دخلت على القوس ده عملت ايه؟ تعال نشوف. طبعا ده اول وتاني، يبقى الاول اكس اهو تفاضل التاني واحد زائد التاني اكس زائد واحد تفاضل الاول واحد. كده الشغل تمام وماشيين خطوة خطوة. طيب وبعد كده بقى هنصفيها. طبعا لما تتصفى هتبقى بالمنظر ده، وهتبقى 3x تربيع بلس 6x بلس 2. جميل. وده الحل بتاع المسألة. طيب اكزامبل اخر، evaluate dy by dx. dy by dx لما x تساوي 0 and x تساوي 1. طيب لمين بقى؟ 4 مين؟ الفانكشن اهي. يبقى هو مديني فانكشن وعايزك تجيب التفاضل بتاعها دي واي باي دي اكس، تفاضل الاول طبعا. امتى؟ لما مره لما اكس بتساوي 0 ومره لما اكس بتساوي 1. طبعا احنا يبقى كده معناها ان انا هعمل تفاضل الاول وبعدين مره اعوض بالزيرو ومره اعوض بالواحد. طب تعالى نعمل تفاضل. طبعا الدي باي دي اكس لما يخش على الفانكشن الكبيره دي المقام هيبقى تربيع، وبعدين البسط هيبقى المقام نقلته هو زي ما هو، تفاضل الباست اكس تربيع تفاضلها 2 اكس ماينس الباست اكس تربيع تنزل زي ما هي، تفاضل المقام اللي هو 2 اكس بتساوي طبعا كل الكلام ده هصفي هتساوي سالب 8 اكس اوفر اكس تربيع ناقص 4 الكل تربيع. طيب كده انا جبت ناتج التفاضل، بس هو عايز ناتج التفاضل، يعني عايز ايفالويت الدي واي باي دي اكس مره عند الزيرو ومره عند ال1، مره عند الاكس ب0 ومره عند الاكس ب1. طيب اعمل ايه؟ جميل. يبقى همسك الاكس هشيلها واعوض بقيمها، وبالتالي ده هيديني دي باي دي اكس ايفالويتد ات اكس ايكوال 0. ركز، شايف النوتيشن دي؟ النوتيشن دي جديده علينا شويه. ده معناها ان انا بقيم او بايفالويت التفاضل، بجيب الفاليو بتاعته لما الاكس تساوي 0. اهو انا شلت الاكس وحطيت 0 هيطلع الناتج 0. وبرده هعمل ايفالويشن لنفس التفاضل اهو لات اكس ايكوال 1، يبقى دي واي باي دي اكس ايفالويتد، تقرا كده ايفالويتد ات اكس ايكوال 0 بتساوي،
شيل بقى الاكس وحط ات اكس ايكوال واحد، انا اسف، شيل بقى الاكس وحط واحد، هتطلع سالب 8 على 9. طيب النقطة اللي بعد كده الهاير اوردر ديريفاتيف او المشتقات العليا. الهاير اوردر ديريفاتيف ايه المقصود بيها؟ طبعا احنا عمالين اف يبقى التفاضل بتاعها اف شرط. طيب اف داش التفاضل بتاع الاف داش، اف دبل داش، اف تريبل داش، لا لغايه ما هوصل بقى ده انا لو مشيت ان خطوه او هعمل هجيب الديريفاتيف تايمز ان، ان مره يعني، يبقى هوصل للاف ان. جميل، وتكتب كده المشتقه الانيه والمشتقه رقم ان. طب وبعدين، طب وانا هتاني ماشي لحد امتى كده؟ بقى دول باسمهم المشتقات العليا، يعني الاولى الثانيه وهكذا. طيب المشتقات العليا دول ايه معناهم؟ معنى يعني ايه المشتقه العليا؟ مشتقه عليا معناها زي ما كنا بنقول الداله لما تجيب المشتقه بتاعتها ده يبقى معدل التغير في الداله نفسها. طب المشتقه بتاعت المشتقه الاولى بنسميها ميل المماس، المشتقه الثانيه بنسميها معدل تغير في ميل المماس، وهكذا. يعني دايما بنعبر عنها او بنكسبريس بمعدل التغير. طيب تعالى ناخد اكزامبل كده، لو عندي داله اكس بتساوي اكس اس 5. طيب لو اكس اس 5 هعمل لها تفاضل، تعالى بقى هنعمل لها تفاضل لغايه ما نخلص عليها خالص، يعني لغايه ما المشتقه تبقى بزيرو. طب الكلام ده اول تفاضل 5 تنزل على الارض، وبعدين اكس اس 4 يبقى 5 اكس اس 4. تاني تفاضل اللي هو اف دبل داش هيبقى 4 تنزل جنب ال 5 وتنضرب فيها يبقى 20 اكس اس 3. تالت تفاضل 60 اكس اس 2. رابع تفاضل هيبقى 120 اكس. خامس تفاضل 120. لو جبت السادس بقى، سادس تفاضل طبعا عشان هنقعد نكتب شرط، بعد الثلاث شرطات بتكتب قوس وتكتب اربعه وهكذا. هتبص تلاقي اخر تفاضل ليها هو ال 120، لو عملت تفاضل بعد كده هيبقى زيرو. جميل، وبالتالي طيب بالنوتيشن بقى، بالنوتيشن دي باي دي اكس هتتعمل ازاي؟ بالنوتيشن بتتعمل كده، مثلا لو انا هقول المشتقه الثانيه بتاعت اف اوف اكس هقول دي 2 باي دي اكس سكوير، دي 2 باي دي اكس سكوير، بتقرا هكذا. طيب ده معناها التفاضل الثاني، يعني توايس ديفرنشيشن، وبالتالي انا اقدر اعبر عنها كده انها دي باي دي اكس اللي هتخش على القوس اللي هو دي باي دي اكس اللي داخل على اف اوف اكس، يعني تفاضل التفاضل. طبعا احنا فاهمين، وبالتالي لو بقى حطيتها تريبل تبقى خلاص مفهومه بقى. طيب تعالى نجيب اكزامبل، اكزامبل اهو تريبل اهي قدامنا اهي، دي 3 باي دي اكس كيوب، لما تخش على اف اكس يبقى هي التفاضل بتاع التفاضل الثاني، تفاضل الدي باي دي اكس افتح قوس دي 2 باي دي اكس سكوير اف اف f of x. طيب تعالى بقى سي ان انا عندي y بتساوي x to the power minus 1. جميل، تعالى بقى نجيب التفاضل او نجيب المشتقات العليا للفانكشن دي. لو انا حبيت اجيب المشتقه الاولى اللي هي دي y باي دي x، طبعا ايه اللي هيحصل؟ الاس هينزل على الارض يبقى سالب 1 تنزل هي على الارض، وبعدين بعد كده الاس هماينس منه 1 سالب 1 سالب 1 تبقى سالب 2. طيب المشتقه الثانيه لاحظ بقى سالب 2 تنزل على الارض تلاقي سالب 1 تتضرب فيه تبقى 2، لاحظ ان الاشاره اختفت. جميل، وبرده هماينس 1 من الاس القديم يبقى سالب 3. طب المشتقه الثالثه برده لاحظ بقى ايه اللي حصل؟ المشتقه الاولى سالب، الثانيه موجب، الثالثه سالب، الرابعه موجب. جميل، لا طب ما تيجي بقى، طب الحوار ده احنا ما احنا ممكن نطلعه في صورة قانون. طيب المشتقة رقم ان دي ان واي باي دي اكس اس ان، او واي اللي هي نحط لها ان كده، المشتقة الانية بتساوي ايه؟ لاحظ ان انا عملنا كذا حاجة. الحاجة الاولى، اول حاجة الاشارة بتختلف من باختلاف رقم المشتقة، يبقى لازم احط حاجه تمسك لي الاشاره، فسالب 1 اس ان تو ذا باور ان ده بيمسك لي الاشاره. لاحظ لما ان تبقى فرديه الاشاره هتتنيها سالبه لان الاس هيبقى فردي، ولما الاشاره تبقى موجبه امتى؟ لما الاس يبقى زوجي، وبالتالي دي هتعمل لك اللي احنا عملناه فوق. اتنين،
لاحظ ان انا ضربت مره واحد، ضربته في اتنين، ضربته في تلاته، كل ده عمالين يتضربوا ببعض. يعني ايه؟ يعني بوصل لمضروب ان. جميل، يبقى مضروب ان هيعبر لي عن الرقم اللي طلع. طيب الاس بقى اللي انا حسبته، الاس اللي طلع لي، الاس اللي طلع لك هو ماينس ان ماينس 1، لانك انت كل مره بتماينس واحد بتماينس واحد بتماينس واحد، يبقى ماينس ان ماينس 1. derivative as a rate of change. خلي بالك بقى عشان القصه دي مهمه جدا. هو التفاضل احنا بنستخدمه في ايه؟ احنا قلنا ان التفاضل الاول معناه ميل المماس. جميل، وبنقول عليه معدل التغير. وبنقول عليه كده ليه؟ لانه بصراحه هو ده اللي بيحسب الكيرف بيمشي ازاي. يعني كل ما ايه تزود اكس، طب اف اوف اكس هتعمل ايه؟ فهو ده بقى يعني ايه، بنحاول ندرس التغير اللي بيحصل على اف اوف اكس من التفاضل بتاعها. جميل، لذلك اللاين التفاضل بتاعه ثابت. ثابت ليه؟ لان مفيش تغير، التغير بمنظومه ثابته او بمعيار ثابت برتم ثابت، لكن في الكيرف التغير بيبقى متغير. لذلك الاشتقاق بتاع اي داله ثابته او اي داله خطيه هو كميه ثابته. جميل، تعال بقى تشوف الكلام ده. يعني ايه ريت اوف تشينج؟ ريت اوف تشينج ببساطه لما اكس تتغير بكميه معينه، التغير ده هيقابل تغير في واي بكميه قد ايه. ده معنى الريت اوف تشينج، او نسبه تغير التشينج اوف واي ويز ريسبكت تو اكس، بالنسبه لاكس. طيب وبالتالي التفاضل بيعبر عن الحوار ده. وبالتالي لما اجيب الريت اوف تشينج ده معناه ان انا اقدر احسب التشينج اللي هيحصل في واي لما اكس تتغير تبقى بقيمه معينه، وهكذا بقى. وبالتالي احنا بنجيب من القصه دي معادله الخط. معادله الخط المستقيم هي عباره عن ايه؟ عباره اهو فرق وايات ناقص فرق اكسات بيساوي الميل مضروب في فرق اكسات. ليه؟ لان اصلا الميل هو معدل التغير بيساوي فرق الواي على فرق الاكس، فاحنا بس كتبنا المعادله بشكل تاني. طيب وبالتالي، طيب بنستخدم الكلام ده في ايه بقى؟ هنقوله if y is non-linear، يعني لو الداله non-linear معناها داله غير خطيه، ده معناه ان الاسلوب بتاعها هيبقى لسه function، لان لو داله خطيه يبقى x اسها واحد، يبقى التفاضل كميه ثابته. طب لو داله غير خطيه، لا ده كيرف، وبالتالي التفاضل كميه متغيره، يعني هيبقى function لسه في x، وبالتالي كل ما x تتغير كل ما قيمة التفاضل تتغير. جميل، طيب طيب احنا هنعمل بالكلام ده ايه؟ احنا هنعمل بالكلام ده حاجات كتيرة قوي اللي هندرس بيها سلوك الدالة، ونشوف هي ماكسيمم فين ومينيمم فين والكلام ده كله، وهنرسم الكيرف، وهنعمل حاجات كتيرة قوي بالمعلومات دي من غير ما تبذل اي مجهود. تقدر من خلال المعلومات اللي انت هتجيبها تعرف الدالة دي شكلها ايه. طيب تعالى بقى، the slope still gives the rate of change y with respect to x. طيب طبعا ال rate of change في حالة ان الدالة تبقى كيرف بيتغير، وبالتالي انا مجرد ما جبت معدل التغير ده قدرت بمعرفة x اعرف y هتتغير بنسبة قد ايه، والرسمة دي بتعبر عن كده. طبعا معدل التغير بيعبر عن الميل، شايف لما الرسمة عبارة عن كيرف النقطة دي المماس عندها كده كذا، شايف الميل بتاعه M1، لكن هنا المماس ميله اختلف، لكن برضه هنا في نقطة تالتة عند X3 الميل برضه اختلف. جميل، يبقى الريت اوف تشينج هو معدل تغير ميل المماس، تمام، وهو بيعبر عن المشتقة بتاعة الكيرف، ماشي، أو ميل المماس بتاع الكيرف. معدل التغير ما بين اللي هو نسبة التغير بالنسبة x لواي، نسبة التغير y بالنسبة لx. طيب example y بتساوي، بص على الاكزامبل ده بقى كده، y بتساوي x ناقص 2 على x تربيع، وعايز مطلوبين اتنين. find the rate of change of y with respect to، with respect to بدل ما نقعد نكتبها كده هتبقى كده wrt x at x equal 2. طبعا لما يقول لك rate of change على طول تقراها، هو عايز التفاضل بالنسبه لمين؟ لاكس،
بس كده لا، وهعوض عن اكس، شيل اكس بعد ما اجيب الريت اوف تشينج او التفاضل الاول، هشيل اكس واحط 2. طيب المطلوب الثاني، فايند ذا فاليوز اوف اكس ات ويتش ذا ريت اوف تشينج اوف واي وذ ريسبكت تو اكس از زيرو. طيب تعالى ناخد المطلوب الاول. المطلوب الاول ببساطه انت هتعمل تفاضل وهتعوض، تشيل اكس تحط 2 بدلها، تشوف قيمه التفاضل بكام. يبقى لما اجي اعمل تفاضل هنا، دي داله بسط ومقام، يبقى المقام تربيع اهو. وبعدين البسط يجي ازاي؟ المقام تفاضل البسط، تفاضل البسط 1 ناقص البسط تفاضل المقام اللي هو 2x، وصفي هيطلع لك كده. طيب الخطوه اللي بعدها، شيل الاكس وحط 2، وشيل الاكس وحط 2 هيطلع at x equal to الدي واي باي دي اكس، هتطلع بالتعويض هتطلع ربع، وبالتالي يبقى معدل التغير y بالنسبه لاكس لما x يساوي 2 بكام؟ بربع. طب تعالى المطلوب الثاني. المطلوب الثاني ببساطة هو عايزك تجيب قيمة x اللي تخلي الريت اوف تشينج يساوي 0، يبقى هتمسك التفاضل ده تساويه بالزيرو وتطلع قيمة x. طبعا 4 ناقص x على x تكعيب بتساوي 0، ده معناها ان 4 ناقص x بتساوي 0، ده معناها ان x بتساوي 4. جميل، يبقى انا كده طلعت مين قيمة x. طيب السؤال بقى، احنا ممكن نسأل سؤال جميل قوي قوي قوي. يقول لك find a quadratic polynomial b with البولينوميال دي لما اعوض اشيل اكس واحط 1 تساوي 3، واما هتساوي 3. طيب ولو عوضت بواحد في التفاضل بتاعها الناتج بتاعها هيساوي 2، و تالت حاجه المشتقه الثانيه بتاعت البولينوميال دي برضو لما اعوض فيها تساوي 4. مسألة زي كده نحلها ازاي؟ لازم تفكر المسألة زي كده تحلها ازاي. طبعا لما يقول لك بولينوميال، يبقى انت عارفين البولينوميال شوية حدود جنب بعضهم كده، والاكس الاس بتاعها بيتغير. طب هو بقى مش اي بولينوميال، بيقول لك كوادراتيك. كوادراتيك يعني دالة تربيعية. جميل، اول ما يجي لك سؤال بالمنظر ده، يبقى لازم عشان تجيب الدالة التربيعية دي لازم تفرضها. يعني افرضها ازاي؟ هفرضها كده، هقول انها بتساوي a x تربيع بلس b x بلس c. جميل، طيب التفاضل بتاع دي يجي ازاي؟ هيبقى 2 a x بلس بي. كتبها بالماوس يعني مشكلة. طيب طب والتفاضل التاني هيبقى 2 ايه؟ جميل، طيب استنى بقى، بص بقى اطبق المعلومات. اول حاجة التفاضل التاني عند الواحد، التفاضل التاني عند الواحد بيساوي 4، ده معناها ان 2 ايه بتساوي 4، وده معناه ان ايه بس بتساوي 2. تعرف تاخد المعلومه دي وتطلع فوق؟ اطلع فوق اعوض بايه بقى؟ هتعوض الاكس بواحد والاي باتنين، اظن تقدر تجيب بي. وكذلك تاخد الاي والبي وتطلع فوق تعوض، هتعوض تشيل الاكس وتحط واحد، وتشيل الاي والبي وتحط قيمتهم اللي انت جبتهم، وبالتالي تقدر تجيب سي. ويبقى ده حل السؤال، انك لما تجيب اي بي سي A و B و C، يبقى انت كده جبت مين؟ جبت البولينوميال. The chain rule. التشين رول او قاعدة السلسلة زي ما بيسموها بالعربي، دي طريقة المفروض بنجيب بيها التفاضل للدالة الكومبوزد. كومبوزد يعني ايه؟ فاكرين لما كنا بنركب دالتين او ثلاثة ببعض، كانت دالة جواها دالة جواها دالة، فهنا عملنا كومبوزيشن. فنفس النظام، كومبوزيشن بينتج عن ان في سلسله من الدوال اتركبوا مع بعض، وبالتالي بستخدم التشين رول عشان اجيب التفاضل بتاع الداله المركبه دي. طيب تعالى بقى نشوف الموضوع ده بيجي ازاي. اول حاجه، بافتراض ان واي داله في يو، ويو داله في اكس، واكس ممكن تبقى داله في حاجه ثالثه. جميل، وبالتالي تم تركيبهم في بعض. طيب احنا بقى عايزين نجيب التفاضل بتاع y dy with respect to x.
يعني الـ variable اللي بره خالص ده مع آخر variable في التركيبة. طيب ببساطة هنعمل إيه؟ هناخد خطوة خطوة. أول حاجة y دالة في u، يبقى التفاضل بتاعها du by dy by du. جميل. طيب ويو نفسها دالة في x، يبقى التفاضل بتاعها هو du by dx. واضرب الاتنين في بعض، تمام، هتحصل على مين؟ على الدي واي باي دي اكس. ليه؟ لان ببساطه دي يو ده اهي، هتطير مع دي يو ده اهي، اتفضل دي واي باي دي اكس، وهو ده المفروض. اكزامبل، بص على الاكزامبل ده كده، عندي اهو ادي واي داله اهي في يو، وادي يو داله في اكس، واحنا عايزين دي واي باي دي اكس. جميل. طبعا انت من غير تشين رول ومن غير الكلام ده كله، انت تقدر تحل المشكله دي بانك تشيل اليو وتحط قيمتها. يعني فور اكزامبل، هشيل اليو ده اهي واحط اكس تربيع، تبقى واي بتساوي اكس تربيع ناقص 1 على اكس تربيع زائد 1، وهات التفاضل بقى، هتجيب التفاضل على طول. طب افترض بقى ان الكومبوزيشن صعب ومش باين وكتير، يعني داله جواها داله، هنقعد نعوض بقى ونوجع دماغنا؟ لا، ليه حل طبعا. ايه بقى الحل؟ الحل امسك الاول الفانكشن ده اهي، هات التفاضل الواي بالنسبه ليو، وبعدين امسك الفانكشن ده اهي، هات التفاضل اليو بالنسبه للاكس، وبعدين اضربهم في بعض. تعال نشوف بقى كده. اول حاجه دي واي ويز ريسبكت تو دي، ودي واي باي دي يو تيجي ازاي؟ مقام تربيع، المقام تفاضل البسط ناقص البسط اللي هو يو ناقص 1، تفاضل المقام اللي هو 1. جميل. طيب تعال امسك الداله الثانيه. طبعا لما نصفي دي ايه اللي هيحصل؟ نصفي دي، صفي بقى كده، هتطلع 2 اوفر يو بلس 1 الكل تربيع. طيب الداله الثانيه بقى دي واي باي دي اكس هي 2 اكس، يبقى التفاضل كله على بعضه، اضرب دي في دي، تضرب دي في دي، يبقى كاني بضرب 2 على يو بلس 1 الكل تربيع مضروبه في 2 اكس، يعني 4 اكس على الكلام ده اهو. وطبعا عشان الداله تبقى في اكس، هنشيل اليو ونحط بقى قيمتها اللي هي اكس تربيع. يبقى ده حل المسألة. طيب بص معايا بقى على القانون ده، سي ان اليو ديفرنشبل. طيب الدي باي دي اكس بتاع اليو اس ان، لاحظ احنا كان زمان الفانكشن ده هي كانت اكس اس ان، اكس كان هو الفاريبل. طيب افترض بقى ان اكس ده داله مش الفاريبل بتاع التفاضل، ايه الفرق؟ الفرق هنا ان يو داله، فيو مرفوع لان، فلازم عشان تجيب التفاضل بتاعها تفاضلها هي الاول، وبعدين تضرب في تفاضل اليو ويز ريسبكت تو اكس. شفت بقى الفرق؟ وبالتالي تفاضل اليو اس ان نفسها هيبقى ان تنزل على الارض، ويو بالاس الجديد ان ناقص 1. جميل، خلي بالك. طيب انا كده ما جبتش لسه، انا كده تفاضل اليو، بس انا بفاضل بالنسبه للاكس، يبقى لازم تضرب الكلام ده في تفاضل اليو بالنسبه للاكس، لان اليو دي ممكن تكون فانكشن لسه في اكس. جميل جدا جدا جدا. طيب اكزامبل الحوار ده، اوجد دي باي دي اكس لما يخش على القوس ده اهو، اللي هو اكس تربيع ناقص 1 الكل اس 100. طبعا هنا بقى قاعده السلسله مهم، لان اس 100، اس 100 ان شاء الله قدامنا للصبح لو فكناها بنظريه ذات الحدين. وبالتالي قاعده السلسله بتاع ده، قاعده السلسله هنا مهمه. لاحظ ان ده قوس. جميل. قوس جواه فانكشن، يبقى تفاضل القوس الاول في تفاضل الباب داخل القوس. طيب تفاضل القوس هو ايه؟ هنبص نلاقي 100 تنزل على الارض. طبعا انا هفترض ان يو هو اللي جوه القوس، يبقى يو بيساوي اكس تربيع ناقص 1، وبالتالي يبقى الكلام ده هو عباره عن تفاضل يو اس تو ذا بار 100. جميل. طب وتفاضل يو اس 100 يجي ازاي؟ اهو بص بقى، شوف اهو انا حولتها اهو. تعالى بقى الخطوه اللي بعدها، تعالى نجيب التفاضل. التفاضل اهو 100 نزلت على الارض، القوس اس 99 في تفاضل ما بداخل القوس، الدي باي دي اكس هتخش على اكس تربيع ناقص 1. جميل. صفي، هتبص تلاقي دي باي دي اكس لما دخلت على اكس تربيع ناقص 1 ادت 200 اكس، اضرب ده في ده، يبقى انت كده هي دي النتيجه النهائيه. طيب اللي هي ايه بقى؟ طبعا 2 اكس في 100 تديني 200،
200 اكس مضروبة في الكلام ده كله. الخطوة اللي بعد كده find الدي باي دي اكس لما تخش على القوس الكبير ده هو. طيب القوس الكبير اس سالب 3. طيب لاحظ ان دماغك هتودي وتجيب، هيقول لك بقى نعمل عشان نخلي الاس ده بالموجب يبقى ننزله في المقام والحوار ده كله. طيب تعال نشوف او نفك بذات، هتفك ازاي بذات الحدين اس سالب؟ تعال نشوف القصه دي ممكن تتعمل ازاي. طيب ببساطه شديده جدا انت هتشتغل على ده على انه قوس، قوس مرفوع لاس يبقى فاضل القوس في تفاضل ما بداخل القوس. طيب نعمل ايه؟ تفاضل القوس الاول سالب 3 بتنزل على الارض، القوس نفسه زي ما هو اس سالب 4 اهي سالب 4 تمام. دي باي دي اكس اللي جوه القوس، دي باي دي اكس اللي جوه القوس اللي هما شويه دول. طيب دي باي دي اكس لما تخش على ده هتخش على الترم ده الاول وبعدين هتخش على الترم ده. طيب النتيجه هتبقى ازاي؟ طبعا سالب 3 مضروبه في القوس بتاعها هتنزل زي ما هي اس سالب 4، وبعدين دي باي دي اكس لما تخش على اكس هتخليه 1، ودي باي دي اكس لما تخش على 1 على اكس هتخليه سالب 1 على اكس تربيع. ليه بقى؟ لان اكس 1 على اكس دي معناها اكس اس سالب 1، فلما تيجي تفاضلها سالب 1 تنزل على الارض وبعدين اكس اس سالب 2 اللي هي 1 على اكس تربيع. جميل. طبعا لما نصفي الكلام ده كله طبعا هي خلاص بقى هي كده ما تتصفاش عن كده، هي كده. طيب المثال اللي بعد كده فايند الدي باي دي اكس اما تخش على الكلام ده كله. دي باي دي اكس اما تخش على الفانكشن ده اللي هي 1 زائد 2 زائد افتح قوس 2 زائد 3 اكس تو ذا باور مرفوع للباور 5، وكل ده مرفوع للباور 3. لاحظ ان هنا ده احنا عندنا ايه؟ قوس كبير وقوس صغير. تعالى بقى دي باي دي اكس زي ما اتفقنا بتخش واحده واحده. دي باي دي اكس اما تخش على القوس الكبير يبقى هفاضل القوس الكبير ده اهو كل ده في تفاضل ما بداخله في الدي باي دي اكس بتاع اللي جواه، وبعدين الدي باي دي اكس اما تخش على اللي جواه يبقى في كلام تاني. تعالى ناخدها واحده واحده عشان ما نتلخبطش. دي باي دي اكس اما دخلت على القوس الكبير اهي يبقى الثلاثه اللي هو القوس ده ينزل على الارض، القوس نفسه اهو كبير زي ما هو ورفعت القوس 3 شيل منها 1 اتفضل بقى 2. جميل. طيب في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو الدي باي دي اكس هتخش على اللي جوه القوس الكبير اللي هو 1 زائد الكلام ده اهو اللي هي 2 زائد 3 اكس كنت زوار 5. جميل جدا. طيب الدي باي دي اكس لما تخش على القوس ده هتعمل ايه؟ على بقى الخطوه اللي جايه دي باي دي اكس طبعا الجزء ده هيتنقل زي ما هو في دي باي دي اكس. ما تخش على ده اول حاجه دي باي دي اكس هتخش على واحد تفاضلها صفر. جميل خلاص يبقى صفر طياره سيبك منه. طب ودي باي دي اكس اما تخش على 2 زائد 3 اكس تو ذا باور 5 يبقى 5 تنزل على الارض 2 زائد 3 اكس كل اس 4 يبقى كل ده ده تفاضل القوس في الدي باي دي اكس بتاعت اللي جوه القوس الصغير اللي هي 2 زائد 3 اكس. وطبعا دي باي دي اكس لما تخش على 2 زائد 3 اكس دي باي دي اكس لما تخش على 2 بقت 0، ودي باي دي اكس لما تخش على 3 اكس بقت 3. يبقى الناتج النهائي هيبقى بالمنظر ده، يبقى كل ده ب 3 في 5 ب 15 يبقى هو الناتج النهائي القصه دي زي ما انتم شايفينها كده. طيب اكزامبل تاني معانا اهو find the derivative f of x بتساوي 2x تكعيب افتح قوس x تربيع ناقص 3 الكل اس 4. طيب لاحظ ان الفانكشن دي هي عباره عن اثنين فانكشن مضروبتين في بعض، دي واحده دي الثانيه. ولاحظ كمان ان الفانكشن الثانيه عباره عن فانكشن جواها فانكشن، فانكشن اهي قوس والقوس جواها حاجات. يبقى احنا لما نيجي نجيب الديريفاتيف في الفانكشن دي هنستخدم بما ان في اتنين مضروبين في بعض يبقى هستخدم قاعده الضرب، وبما ان في فانكشن جوه فانكشن يبقى هستخدم التشين رول. تعال نشوف بقى القصه دي ازاي. اول حاجه دي باي دي اكس هتخش على الحوار ده كله، لما تخش دي باي دي اكس على الفانكشن اللي دي مضروبه في دي يبقى الاول 2 اكس تكعيب دي باي دي اكس الثاني اللي هو اكس تربيع ناقص 3 كل اس 4 زائد الثاني اللي هو اكس تربيع ناقص 3 كل اس 4 تفاضل الاول دي باي دي اكس اللي هو ليه 2 اكس اس 3.
جميل، تعالى بقى نفك او ندخل الدي باي دي اكس على الحوار ده. دي باي دي اكس لما تخش على الحوار ده طبعا 2 اكس اس 3 هتنزل اهي. دي باي دي اكس لما تخش على اكس تربيع ناقص 3 الكل اس 4، 4 نزلت على الارض، وبعدين الكوس اكس تربيع ناقص 3 مرفوع لاس 3، يبقى انا كده جبت مين؟ تفاضل الكوس لوحده. طيب ما تنساش ان انا لسه هضرب في تفاضل ما بداخل الكوس اللي هو تفاضل اكس تربيع ناقص 3 اللي هو 2 اكس لمين، يبقى انا خلصت الجزء الاول. طيب الجزء الثاني بقى اكس تربيع ناقص 3 الكل اس 4 مضروبه في الدي باي دي اكس دهوت، يبقى دي هتنزل اهي، دي نزلت اهي، ودي باي دي اكس هيخش على 2 اكس اس 3 هيديني 6 اكس تربيع. جميل، هيبقى هو ده التفاضل. طيب الجزئيه دي غلط، يعني انا متكرره بس مرتين اتنين، الجزئيه دي يعني متكرره اشطبها. ناتج التفاضل الجزء ده اهو زائد الجزء ده، طبعا لما تصفيه هيطلع لك 16 اكس اس 4 افتح قوس اكس تربيع ناقص 3 الكل اس 3. طيب افترض بقى ان التشين رول طلعت طويله شويه، بمعنى ان انا اديتك واي قلت لك انها فانكشن في يو، ويو فانكشن في اكس، واكس فانكشن في اس، واس فانكشن في تي. الموضوع ببساطه شديده جدا، يبقى عشان تجيب اول واحد ويز ريسبكت تو اخر واحد دي واي باي دي تي، يبقى تاخدها واحده واحده. واي مش فانكشن في يو، يبقى هات الدي واي باي دي يو، وبعدين هات الدي يو باي دي اكس، وبعدين هات الدي اكس باي دي اس، وبعدين هات الدي اس باي دي تي، اضرب يبقى دي هتطير مع دي، ودي تطير مع دي، ودي تطير مع دي، يتفضل لك دي واي باي دي تي ولا لا، يبقى الدنيا تمام. طيب السلايد دي بتتكلم ببساطه عن مثال على قاعده السلسله لما يبقى اكتر من فانكشن داخلين في بعض. فمثال اهو مديني اهو، بص معايا، ادي واي فانكشن في يو، وادي يو فانكشن في اس، وادي اس فانكشن في تي، وهو عايز الدي واي باي دي تي. طبعا ببساطه هنمسك الفانكشن نقول نفاضلها، نجيب تفاضل واي بالنسبه ليو دي واي باي دي يو، ونضرب الكلام ده في دي يو باي دي اس، ونضرب الكلام ده في الدي اس باي دي تي. تمام. طيب نجيب التفاضل ازاي؟ هنمسك اهو دي واي باي دي يو بيساوي لو انا عملت لها تفاضل، طبعا هتستخدم القسمه، قانون القسمه، المقام تربيع، المقام في تفاضل البسط، نص البسط في تفاضل المقام، هيطلع الكلام ده. طيب لو مسكنا اليو عشان نجيب تفاضلها بالنسبه للاس، هجيبه من هنا، 2 هتنزل على الارض في القوس اس 1 في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو 3، يبقى الناتج 6 افتح قوس 3 اس ناقص 7. طيب اخر حاجه بقى دي اس باي دي تي اللي هو 1 جذر تي، طبعا جذر تي معناها تي اس نص، يبقى عباره عن نص، طبعا لما تفاضلها نص ينزل على الارض في تي اس ناقص نص اللي هي 1 على جذر تي، يبقى 1 على 2 جذر تي، ده الناتج النهائي بتاعها. طيب امسك ده بقى اضربه في ده، اضربه في ده، هتجيب اهو الناتج النهائي، لما اخد ده اضربه في ده اهو، في ده في ده، وطبعا لازم عشان تبقى فانكشن في تي يبقى اشيل الاس ده واعوض بدلها بالتي، قيمتها بالتي، واشيل اليو ده اهو احط قيمتها بالاس اللي بعد ما شلتها عوضت عنها بتي، ماشي، عشان الداله كلها تبقى ايه فانكشن في تي. طيب السلايد اللي بعد كده، سبوز ذات واي بتساوي اف اوف يو اند يو بتساوي جي اوف اكس زل. تعالى بقى التفاضل لما يخش على الكومبوزيشن، احنا اتفقنا ان واي بتساوي اف اوف يو ويو بتساوي جي اوف اكس، يبقى اف اوف يو هي نفسها اف اوف جي اوف اكس اللي هي كومبوزيشن، يعني اف سيركل جي، صح كده؟ جميل. طيب ما قاعده السلسله اساسا كانت بتجيب لنا التفاضل اهي بكل سهوله، بتقول لك ان دي باي دي اكس هي دي واي باي دي اكس هي دي واي على دي يو مضروبه في دي يو على دي اكس. جميل. وبالتالي احنا لما نيجي نجيب دي واي باي دي اكس كاننا بالظبط بندخل دي باي دي اكس على الاف سيركل جي اوف اكس، هتديني طبعا لما ادخل التفاضل هتديني اف سيركل جي اوف اكس شرطه. جميل. يعني انا عايز اقول ايه؟
يعني انا عايز اقول في النهاية ان دي واي باي دي يو بتساوي اف شرطة اوف يو، اللي هي بتساوي اف شرطة اوف جي اوف اكس. جميل. طيب ودي يو باي دي اكس بتساوي جي شرطة اوف اكس. جميل. يعني في النهاية السيركل او الفانكشن الناتجة عن السيركل اف سيركل جي شرطة معملها تفاضل يعني، هتساوي الفانكشن نفسها اهي اف اوف جي اوف اكس بس التفاضل مضروبه في تفاضل ما بداخل القوس. شايف تفاضل القوس هي اف اوف اكس دي بقت هي دي القوس، واللي جواها زي ما هو اهو، وبعدين اضرب في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو جي شرطة اوف اكس. يعني السلايد دي بتقول لك ان قانون السلسله هو نفسه اللي بيحصل مع الكومبوزيشن. تمام. طيب تعالى بقى، السلايد دي بتتكلم على التفاضل لما يخش على الترجينومتري. ترجينومتريك اللي هي الساين والكوزاين. خدها بقى معلومه، الساين تفاضلها على طول بكوزاين. تمام. طيب ايه الاثبات او ايه الدليل؟ الدليل تقدر تجيبه من اهو، مش احنا قاعده التفاضل هي ريت اوف تشينج. جميل. يبقى كاني هجيب الساين بتاع اكس زائد اتش ناقص ساين اكس على اتش، واحسب لها الليميت لما اتش تقول للزيرو، مش كده؟ مش دي القاعده اللي بنجيب منها التفاضل؟ طيب ساين اي زاويه اكس زائد اتش اقدر اعبر عنها كده اهو، ساين لما تخش على زاويه سيتا 1 زائد سيتا 2 يعني ساين اكس زائد اتش، اقدر اعبر عنها كده اهو بساين اكس كوزاين اتش زائد كوزاين اكس ساين اتش. جميل. دي قاعده في قوانين الدوال المثلثيه، ناقص الجزء ده ساين اكس زي ما هو على اتش. طيب طب وبعدين لاحظ ان في ساين اكس اهو وكوزاين اتش، كوزاين اكس ساين اتش وفي ساين اكس، والدي كلها ليميت لما ايه؟ لما اتش تقول لي زيرو. طيب تعالى نشوف، نخلص الاول ساين اكس اتكررت هنا اهي، اتكررت اهي واتكررت هنا اهي. طب ما انا اقدر اخدها مشترك، يتفضل لي من الجزء الاولاني ده كوزاين اتش ناقص واحد على اتش زائد كوزاين اهي، كوزاين ده اهي لو انت خدتها مشترك هتفضل لك ساين اتش على اتش من الباقي. جميل. لاحظ الجزء ده انا عارف نهايته لما الاتش تقول لي زيرو، نهايته بكام؟ بواحد. والجزء ده هو انا عارف نهايته لما الاتش تقول لي زيرو، فاكرين لما خدناهم في البنشنج سيريم؟ الجزء ده نهايته صفر والجزء ده نهايته واحد، يبقى الناتج هيقول، طبعا انا باخد النهايه بقى، لما تاخد النهايه لما الاتش يقول لي زيرو هيتفضل لك ساين تطلع بره، يتفضل لك ليميت للجزء ده اهو، وكوزاين تطلع بره يتفضل لك ليميت للجزء ده اهو. الجزء ده نهايته واحد يبقى واحد مضروب في كوزاين، والجزء ده نهايته زيرو يبقى الناتج كله ايه؟ هيطلع كوزاين. تفاضل الساين يديني كوزاين. طبعا انا مش محتاج البروف ده انك تبقى تحفظه او وات ايفر، لا بالعكس، انا بس عشان ايه تبقى فاهم ازاي الساين تفاضلها جاب الكوزاين. طيب كذلك تفاضل الكوزاين يديني ماينس ساين، يعني ايه ده اللي انا عايزك تبقى حافظه؟ تفاضل الساين يديني كوزاين، طب تفاضل الكوزاين يديني ماينس ساين. طيب جت ازاي؟ نقدر نجيبها برضو بالقانون زي ما هي اهي، انا بحاول احسب الليميت بتاعت كوزاين اكس زائد اتش ناقص كوزاين اكس على اتش. طيب دي هتتفك، كوزاين اكس زائد اتش دي بتتفك بالقانون برضو، كوزاين اكس كوزاين اتش ناقص ساين اكس ساين اتش. تمام. وناقص كوزاين اتش زي ما هي على اتش. طيب طب وبعدين الجزء ده، تمام، اقدر اكتبه بالمنظر ده، اقدر اسحب كوزاين اكس اهي اتكررت مره اهي ومره اهي، اسحبها بره يتفضل لي كوزاين اتش ناقص واحد على اتش، وطبعا لما احسب لها الليميت، الليميت على الاتش يبقى الجزء المخاطب بالاتش هو اللي يخش عليه الليميت، والاكس تطلع بره الليميت ملهاش دعوه خالص، ويتفضل من الداله ده هي ساين تطلع بره برضو نفس النظام، وتفضل ساين اتش على اتش، طبعا ده هي بواحد وده هي بزيرو، يبقى الناتج على طول سالب ساين اللي قدامك ده هي. يبقى تفاضل الكوزاين هو مين؟ هو سالب ساين، وتفاضل الساين هو كوزاين. هو طيب تعرف بقى تجيب لي دي باي دي اكس بتاع كوزاين اكس ساين اتش؟ ايه المشكله يعني؟ ما انا خلاص عرفت تفاضل الساين لوحدها وعرفت الكوزاين لوحدها، ودول دالتين مضروبتين في بعض، يبقى هطبق القانون. الاول
يبقى اف شرطة اهي الاول كوزين تفاضل الساين، تفاضل التاني يعني، زائد التاني اللي هو الساين مضروب في تفاضل الاول اللي هو الكوزين. جميل، دخل بقى الدي باي دي اكس على الساين، ودخل الدي باي دي اكس على الكوزين. الدي باي دي اكس لما تخش على الساين تديني كوزين، ودي باي دي اكس لما تخش على الكوزين تديني سالب ساين. يبقى الناتج هيبقى كالتالي: كوزين تربيع اكس ناقص ساين تربيع اكس. طيب تعرف بقى تجيب التفاضل بتاع التان او التانجنت؟ تفاضل التان طبعا انا عارف الساين والكوزين، يبقى هتشيل التان وتحط قيمتها اللي هي مين؟ ساين وكوزين. هي مش التان، ساين على كوزين. جميل، خد يبقى فانكشن مقسومه على بعضها، يبقى خد المقام تربيع اهو كوزين تربيع، وبعدين المقام كوزين اكس تفاضل الباست دي باي دي اكس للساين ناقص الباست اللي هو ساين اكس تفاضل المقام دي باي دي اكس للكوزين. تمام، خلص دي. لما خلصها هتطلع كوزين تربيع اكس زائد ساين تربيع اكس، لان دي باي دي اكس ساين هتديني كوزين، كوزين في كوزين كوزين تربيع، ودي باي دي اكس كوزين هتديني سالب ساين، سالب ساين هتديني ساين تربيع. يبقى طب ما انا اقدر اشيل دي واحط واحد، يبقى واحد على كوزين اللي هي سك سكوير، يبقى تفاضل التان بسك تربيع، تفاضل التان، تفاضل التان بسك تربيع. طيب يبقى تفاضل التان اهوت بسك تربيع، اللي في المربع ده بقى هو اللي يتحفظ. ماشي، طيب الخطوة اللي بعد كده بالمثل بقى تقدر وانت بتتسلى كده تجيب التفاضل بتاع الكوتان، هتلاقيه ماينس كسك تربيع، وتقدر كمان تجيب التفاضل بتاع السك هتلاقيه سك في تان، وتقدر كمان تجيب التفاضل بتاع الكسك هتلاقيه ماينس كسك كوتان. يبقى خلي بالك التفاضلات كلها عرفناها هيت: الساين تدي كوزين، الكوزين يدي سالب ساين، التان تدي سك تربيع، الكوتان تدي ماينس كسك تربيع. شوف التان كانت بتدي سك تربيع، تبقى الكوتان تدي ماينس كسك تربيع. طب والسك تدي سك في تان، الكسك تدي ماينس كسك في كوتان. ماشي، ظبطهم كده مع بعض ان شاء الله هتحفظهم ويبقوا تمام تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده، شوف بقى فايند اف داش بتاعت باي اوفر 4 اف اوف اكس بتساوي اكس كوتان اكس. يعني ايه؟ يعني هجيب التفاضل الاول اكس كوتان اكس، وبعدين اعوض اشيل اكس واحط باي على 4. طيب الموضوع سهل، اكس كوتان اكس يعني اكس مضروبه في كوتان اكس، يعني حاصل ضرب، يعني الاول تفاضل الثاني زائد الثاني تفاضل الاول. تعال شوف كده اف داش اوف اكس، يبقى لما اجيبها ادي الاول اكس اهو، دي باي دي اكس يخش على الكوتان، زائد كوتان دي باي دي اكس يخش على الاكس. امشي خطوه خطوه عشان ما تتلخبطش. طيب تعالى بقى الخطوه اللي بعدها، دي باي دي اكس لما دخل على الكوتان اداني ماينس كسك اكس، صح كده؟ وكان في اكس من الاول، يبقى ماينس اكس كسك سكوير اكس. جميل، زائد دي باي دي اكس لما اخش على الاكس يديني واحد، وكان في كوتان قبل كده يبقى كوتان اكس. طيب يبقى الناتج، عوض بقى دي الداله، شيل الاكس وحط قيمتها اللي هي باي على 4، هيطلع لك التفاضل عند باي على 4 هو سالب باي على 4، افتح قوس جذر 2 الكل تربيع زائد 1. ماشي، يبقى وصفي هيطلع 1 ناقص باي على 2. يبقى الموضوع وما فيه انك بتمشي تعمل تفاضل وبعدين تفاضل. طيب السلايد اللي بعد كده اكزامبل، فايند ان ايكويشن فور ذا تانجنت تو ذا كيرف، اديني كيرف اهو معادلته واي بتساوي كوزين اكس، وعايز بقى الايكويشن بتاعت التانجنت عند البوينت لما اكس تساوي باي على 3. اول حاجه لازم تفصص الكلام واحده واحده، هو عايز الايكويشن بتاعت التانجنت، لا معادله المماس، تانجنت يعني مماس، تانجنت يعني مماس، وايكويشن معادلته. طيب المماس، طب انا بجي المماس عشان اجيب معادلته، مش المماس ده خط، عشان اجيب معادلته لازم الميل. طب ما يلي المماس يعني ايه؟ يعني التفاضل بتاع الفانكشن. حلو قوي، يبقى انا ده معناه ان انا هفاضل الفانكشن ده اهي، تمام، عشان اجيب الميل. طب اجيب الميل ازاي؟ ده التفاضل بتاعها هيطلع داله في اكس، ما هو قال لك عند البوينت اهو اكس بتساوي باي على 3، يبقى هتعوض باي على 3، يبقى انت كده هتجيب الميل. طيب وجبت الميل وعندك البوينت اكس اهي، طب والواي فين بتاع البوينت دي؟ ده مدي لك اكس بتساوي باي على 3، طب هتعوض في الفانكشن، عوض شيل الاكس وحط باي على 3،
هيطلع لك قيمة الواي. يبقى انت كده معاك ميل ومعاك بوينت احداثي اكس واحداثي واي، تقدر تكتب المعادلة ولا لا؟ طيب تعال نجيب واحدة واحدة، تعال نجيب الميل اول. الميل اهو، اول حاجة نجيب نقطة التماس، البوينت اوف تينجنسي. نقطة التماس هي ان انا بص كده ادي الفانكشن اهي كوزين اكس، يبقى شيل الاكس وحط بقى على 3، يبقى كوزين بقى على 3 اللي هو بيساوي نص. يبقى نقطة التماس هي النقطة باي على 3، اكس بتساوي باي على 3، واي بتاعها نص. دي أول حاجة عشان ما تتلخبطش. طيب كده أنا كملت نقطة التماس. تعالى بقى نجيب ميل المماس. ميل المماس يجي إزاي؟ تفاضل. يبقى ميل المماس اللي هو ام بيساوي دي باي دي واي، دي واي باي دي اكس تخش على كوزين اكس. طب ما كوزين اكس تفاضلها ماينس ساين. حلو الكلام، ماينس ساين، ماينس ساين. طب واكس بكام؟ باي على 3. يبقى ماينس ساين باي على 3 هيديني الميل بيساوي سالب جذر 3 على 2. حلو الكلام، يبقى ده الميل. بقى عندك الميل اهو، وبقى عندك النقطة، وتعرف تجيب معادلة المماس؟ أكيد. واي المعادلة ناقص واي النقطة ناقص النص أهي، الإحداثي واي في النقطة النص ده أهو بيساوي الميل أهو، الميل أهو زائد مضروب في اكس المعادلة أو الإكس المتغير يعني بتاع المعادلة ناقص قيمة الإكس اللي في النقطة اللي هي باي على 3. يبقى أنا كده إيه؟ حليت السؤال. طيب بالمثل بقى يا باشا تقدر تحل ده بايدك. اوجد الدي باي دي اكس لما اخش على الكوز ده، 1 ناقص سيك اكس على تان اكس. ماشي. الخطوه اللي بعد كده، تعال نطبق التشين رول على التريجز او الترجنومتريك فانكشنز. ازاي بقى بتطبق؟ تعال بقى ناخد اكزامبل. اول حاجه لازم تعرف القوانين. طب ما احنا خدنا القوانين دي، ايه الفرق؟ خلي بالك القوانين اللي اتخذتها كنت بقول لك دي باي دي اكس ساين اكس، كنت على طول بتقول لي كوساين اكس. طيب تخيل بقى ان انا هقول لك دي باي دي اكس لساين يو. قال لا يو ازاي؟ هناك كانت الاكس هو فاريبل التفاضل على طول، فكنت بتجيب التفاضل على طول. لان ايه؟ لان لما هنيجي نضرب دي باي دي اكس هتضرب في دي اكس باي دي اكس، تفاضل الاكس بالنسبه لنفسها اللي هو واحد. انما هنا ساين يو، ساين يو يعني ايه؟ يعني اليو لسه هتبقى داله في اكس. طب وبعدين؟ يبقى انا لازم اضرب في تفاضل الداله دي، لذلك هتلاقي نتيجه التفاضل ساين يو بالنسبه لاكس هتبقى كوزين يو، ده تفاضل الكوس اهو، في تفاضل ما بيدخل الكوس اللي هو مين؟ اللي هو اليو، اللي هو دي يو باي دي اكس، ايا كانت اليو بقى زي ما تطلع. ماشي؟ كذلك تفاضل الكوزين دي باي دي اكس كوزين يو، الكوزين بيديني ماينس ساين يو دي يو باي دي اكس. لاحظ كل القوانين ده زي القوانين اللي فاتت، بس الزياده ان انا ما بفاضلش بالنسبه للاكس على طول، ده انا بفاضل بالنسبه للفانكشن لسه هتتعرف او لسه هتبقى فانكشن في الاكس، لذلك بضرب في التفاضل بتاعها. ماشي؟ طيب كده الخطوه اللي بعد كده، اوجد دي باي دي اكس ساين تكعيب باي اكس. خلي بالك ساين تكعيب باي اكس. بص بقى الساين تكعيب دي، هو التكعيب على الساين ولا على الساين باللي جواها؟ خلي بالك عشان الحته دي، اما اقول ساين تكعيب اكس ده معناها ساين اكس الكل تكعيب، يبقى لازم تحط التكعيب في مكانها عشان ما تتلخبطش. يبقى الحته ده اهي عشان منع اللخبطه لازم يعاد كتابتها كده، دي باي دي اكس ساين باي اكس الكل تكعيب. شوف بقى كده وضحت. وضحت ليه؟ لان بقى عندي كوس وبقى عندي اس للكوس. طيب دي باي دي اكس لما يخش على كوس ايه اللي هيعمله؟ اول حاجه تفاضل الكوس، يبقى 3 ده هتنزل على الارض اهي، في تفاضل ما بداخل في الكوس زي ما هو اهو، اس 2 كده انا فاضلت الكوس، في تفاضل دي باي دي اكس اللي جوه الكوس، اللي جوه الكوس اللي هو ساين باي اكس. طيب ساين باي اكس هيديني ايه؟ ركز بقى معايا، ده ساين اكس بس كانت بتديني كوزين اكس، تبقى ساين باي اكس هتديني كوزين باي اكس. جميل، بس خلي بالك انت بتفاضل بالنسبه لمين؟ بالنسبه لاكس ولا لدي باي اكس؟ اسم المتغير اكس، يعني المتغير هنا لسه مضروب في فاليو، يبقى لازم تبقى ده هي الساين باي اكس
تفاضلها كوزين باي اكس في تفاضل الباي اكس نفسها، لان باي اكس هي لسه فانكشن. خلي بالك من النقطه دي، فانكشن جواها فانكشن جواها فانكشن، وبالتالي دي اكس دي باي دي اكس بالنسبه للباي اكس او تفاضل الباي اكس هو باي، يبقى لازم هنضرب الكلام ده كله في باي. لاحظ بقى ايه اللي حصل، ملخص سريع كده، طبعا النتيجه اهي، ملخص سريع، الدي باي دي اكس دخلت على القوس، عملنا تفاضل، في تفاضل ما بداخل القوس، الدي باي دي اكس دخل على ما بداخل القوس، كانت ساين حاجه جاب لها كوزين الحاجه، بس الحاجه دي حاجه مش الاكس، لذلك ضربنا في تفاضل الحاجه تاني بالنسبه للاكس اللي هو تفاضل الدي باي دي اكس بتاع باي اكس اللي هو ايه باي. جميل كده، عشان كده ضربنا في باي تاني، يبقى ركز عشان الحاجات دي بتلخبط. طيب اكزامبل تاني، والاكزامبل ده ممكن ناس كتيره تغلط فيه، فايند الدي باي دي اكس بتاع ساين اكس وعليها خمسة كده وعليها بتاع كده دايره كده، ده معناها ان اكس بالتقدير الديجري او الستيني، تقدير الستيني، لما احنا اتفقنا يا جماعه لما نشتغل تفاضل يبقى لازم اكس تتحول للتقدير الدائري. طيب بالنسبه ليها دلوقتي هي بالتقدير الستيني، اعمل ايه؟ خلاص يبقى قبل ما اعمل تفاضل احولها للتقدير الدائري، وبعد ما اخلص تفاضل ارجعها تاني للستيني زي ما هي. طب لو عملت تفاضل مباشر هبقى غلطت. طيب تعالى بقى نشوف القصه دي، دي باي دي اكس هتخش على ساين اكس بالتقدير الستيني، يبقى عشان احولها للدائري يبقى هضرب في 180 باي على 180. جميل. طيب ودي باي دي اكس لما تخش على الداله دي كلها تبقى الساين بتاعت الكلام ده كله، تتحول كوزين للكلام ده كله في تفاضل الكلام ده كله. طب ما تفاضل باي على 180 في اكس هو باي على 180. جميل، يبقى ده ناتج التفاضل. وبعدين ارجع بقى حط الزاويه تاني اهو، حط الزاويه تاني بالتقدير الستيني. خلاص كده، يبقى لما تجيلي الزاويه بالتقدير الدائري هعمل ايه؟ هحولها. لاحظ ان انت لو كنت، طبعا انت ممكن كنت خشيت بوشك كده وعلى طول كان التفاضل بتاعها هيبقى كوزين اكس وخلاص، لكن شوف ايه اللي حصل، ده كوزين اكس مضروب في مين؟ في باي على 180، عشان اكس كانت بالتقدير. طيب بارامتريك ديفرنشيشن، في الحقيقه اللي في السلايد دي عنوانها مهم جدا. يعني ايه بارامتريك؟ بارامتريك او جايه من كلمه بارامتر، بارامتريك ديفرنشيشن او التفاضل البارامتري بيحصل امتى؟ بيحصل، خلي بالك، في كل الفانكشنز اللي احنا خدناها كانت اكس وواي مرتبطين مع بعض بعلاقه مباشره او بداله مباشره. طيب هو ممكن اكس وواي يبقوا مرتبطين ببعض بطريقه ثانيه او بطريقه غير مباشره؟ قوي. ازاي يعني؟ دي بقى بنسميها التفاضل او بنسميها البارامتر. البارامتريك ده معناه ايه؟ معناها ان اكس وواي مربوطين عن طريق بارامتر تاني خالص، تمام، هو ده اللي رابطهم او بينشئ العلاقه ما بينهم. اكزامبل على الكلام ده، ان انا اقول لك ان اكس بتساوي 2 تي زائد 5، خلي بالك اكس فانكشن في تي وواي فانكشن في تي. الله، طب ايه علاقه اكس بواي؟ اللي رابط اكس بواي هو البارامتر اللي اسمه تي. حلو قوي. طب وان شاء الله بقى باذن الله ده بقى عشان نجيب تفاضل الواي ويز ريسبكت تو اكس اجيبها ازاي؟ ببساطه شديده جدا، ما تحاولش تلخبط نفسك. طبعا في حاله زي كده مش محتاج ان انا اجيب العلاقه المباشره، لا انا هشتغل عادي جدا. اول حاجه امسك الفانكشن دي اللي هي اكس بتساوي 2 تي بلس 5، اعمل فيها ايه؟ اعمل لها تفاضل. انا لو فضلتها مش هجيب الدي اكس باي دي تي، تمام. طب ولو انا فضلت التحتانيه بالنسبه لتي مش هجيب دي واي باي دي تي. حلو، حلو قوي، جميل. انا عشان اجيب من دي ودي اجيب الدي واي على الدي اكس اعمل ايه؟ اقلب واحدة فيهم واضربها في التانية. بمعنى ايه؟ مش هقلب واحدة فيهم، هقلب ده هي بالذات، هقلب ده هي.
واضربها في التانية. ليه؟ لما اقلبها هتبقى دي تي على دي واي، انا اسف، على دي اكس. جميل. لا، هي على دي اكس. وبالتالي لما تضربهم في بعض ايه اللي هيحصل؟ هتشيل دي كده مع دي كده، يتفضل لك دي واي باي دي اكس. يبقى انا هجيب التفاضل بكل سهوله. او بلاش تقلب، اقسم، اقسم على طول، اقسم الدي واي باي دي تي على دي اكس باي دي تي. ماشي. طيب تعال نشوف، نحل الاكزامبل كده. يبقى عشان اجيب الديفرنشيشن هات الدي اكس باي دي تي. دي اكس باي دي تي اهو هيبقى ب2. طيب ودي واي باي دي تي هيبقى ب6 تي، لان 6 تي ليه؟ 2 في 3 ب6 تي. جميل. طيب التشين رول بقى، استخدم التشين رول. مش الدي واي باي دي اكس هي الدي واي باي دي تي على الدي تي باي دي اكس؟ جميل. بس انا عندي دي اكس باي دي تي، اقلبها عشان تجيب الدي تي باي دي اكس. لما تقلب الاثنين تدي لك نص، واضرب يبقى اللي هي بالمثل. لو انت قسمت عليها على طول من غير ما تقلبها، اضرب هيبقى 6 تي على 2 او 6 تي في نص يبقى 3 تي. يبقى هو ده ناتج التفاضل البرامي. خلاص كده. طيب القاعده العامه، لما تجي لك داله متعرفه بارامترك، بارامترك يعني ايه؟ يعني اكس فانكشن في بارامتر اللي هو تي، وواي فانكشن في نفس البارامتر، وهي العلاقه المربوطه ما بينهم بالشكل ده عن طريق البارامتر. نعمل ايه؟ نفاضل الواي بالنسبه للتي، ونفاضل الاكس بالنسبه للتي، ونقسم الواي بالنسبه للتي على الاكس بالنسبه للتي. تمام. طبعا انت تقدر تحل ده بكل سهوله. لما اقول لك اكس بتساوي كوزاين 2 تي، وواي بتساوي ساين تي، وانا عايز الدي واي باي دي اكس، اعملها ازاي؟ ببساطه شديده جدا، الدي واي باي دي اكس يبقى فاضل الداله ده اهي عشان اجيب الدي واي باي دي اكس اللي هي الساين. الساين تي هتدي لك كام بالنسبه لتي؟ دي اكس باي دي تي هتديني كوزين 2 تي، هتديني ماينس ساين 2 تي في تفاضل ال 2 تي اللي هي 2، يبقى ماينس 2 ساين 2 تي اللي هي كده. طب وتفاضل الواي؟ دي واي باي دي تي لما اعمل لها تفاضل هتساوي، طبعا الواي كانت بتساوي ساين تي، يبقى التفاضل بتاعها كوزين تي. حلو قوي. يبقى دي واي باي دي اكس هي ايه؟ خد ده اقسمه على ده، خد ده اهو الدي واي باي دي تي اقسمه على الدي اكس باي دي تي، يبقى كوزين تي على سالب 2 ساين 2 تي. خلاص كده. جميل. طبعا بقى ممكن اجيب لك حاجات اعقد من كده بكتير، اهي اكس بتساوي كذا، فيها تشين رول وفيها بتاع لان فيها قوس تربيع، وواي اهي. انت طبعا ما يهمكش لانك انت خلاص عرفت القاعده، وممكن السؤال ما يبقاش على التفاضل مباشره، ده انا ممكن اقول لك ايه؟ A curve is defined by parametric equation كذا كذا. يعني ده معادله كيرف. جميل. وعايز دي واي باي دي تي ان ترمز اوف تي. جميل. يعني ايه ان ترمز اوف تي؟ يعني بدلاله تي، يعني خلي لي كل حاجه بدلاله تي. ماشي. جميل. عشان هو طبعا بيقول لك بدلاله تي عشان ممكن انت تتفلسف فيها وتتفزلك وتروح تجيب لي علاقه مباشره ما بين الاكس والواي وتتخلص من تي، وفي الحاله دي هو مش عايز كده، هو عايزها ان ترمز اوف تي عشان تستخدم البارامتريك ديفرنشيشن غلاسه يعني. تمام. وبيقول لك فايند كوردينيتس اوف بوينت وير جريدينت اوف ذا كيرف از ماينس 1. جريدينت بتاع الكيرف بيساوي ماينس 1. كلمه جريدينت معناها التفاضل بتاع الكيرف بيساوي ماينس 1. يعني هنجيب التفاضل ونساويه بماينس 1 ونشوف بقى اكس بكام وواي بكام. يعني كده يبقى جبت الكوردينيتس. طيب يبقى انا عشان اعمل احل المشكله دي لازم اعمل تفاضل بارامتري الاول. فاضل الاكس بالنسبه للتي اهو، دي اكس باي دي تي بكل سهوله، ده قوس 2 تنزل على الارض، 3 تي زائد 2 اس 1 في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو 3. طيب اللي هو بقى اما تصفيها يطلع 6 افتح قوس 3 تي زائد 2 اهي. طيب الخطوه اللي بعدها هات الدي واي باي دي تي. اما اجيب الدي واي باي دي تي هجيبه ازاي؟ دي واي باي دي تي هطلع انا اهو اعمل لي ده تفاضل، تفاضل يبقى 3 في 2 ب6 تي تربيع و9 خلاص. جميل. اقسم دي على دي عشان نجيب التفاضل الكلي، هيبقى 6 تي تربيع على 6 3 تي زائد 2. 6 مع 6 يتفضل لي الخلاصه اهي، الخلاصه
اهي الخلاصة اهي. طيب نحل المشكلة، تعرف تكمل؟ اكمل. طيب implicit differentiation، ايه هو بقى الـ implicit differentiation او التفاضل الضمني؟ الـ implicit differentiation بكل بساطة او التفاضل الضمني، اما يجي لك دالة، دايما احنا كانت الدالة بتجيلنا بنعرف نجيب اكس في ناحية ونجيب واي في ناحية، يعني دالة اقدر افصل الاثنين فاريبل عن بعض. يعني فور اكزامبل الدالة دي معادلة الدايرة، معادلة الدايرة اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي واحد. جميل، اقدر اجيب واي لوحدها في ناحية، ازاي؟ واي لوحدها بتساوي واحد ناقص اكس تربيع تحت الجذر، صح ولا غلط؟ وبالتالي اقدر اجيب التفاضل عادي. طب افترض بقى ان الداله متعرفه امبليسيت، امبليسيت يعني ايه؟ داله ضمنيه، اكس وواي لازقين في بعض او متعرفين، يعني ده متداخلين في بعض لدرجه ان انا مش عارف افصل. في الحاله دي اعمل التفاضل ازاي؟ ركز معايا عشان الحته دي مهمه قوي. في الحاله دي وبكل بساطه التفاضل بيتعمل كده اهو. اول حاجه دي باي دي اكس، اما تخش هتخش على كل ترم لوحده. طيب بالراحه معايا كده ونمشي واحده واحده. طبعا دي معادله، اكس تربيع زائد واي تربيع بتساوي واحد، يبقى دي باي دي اكس اللي هتخش على الطرف ده هي نفسها دي باي دي اكس اللي هتخش على الطرف ده. جميل، ركز معايا عشان نشوف هنحلها ازاي. دي باي دي اكس لما تخش على الاكس تربيع، تفاضل الاكس تربيع بالنسبه لاكس، ركز عشان نشوف التفاضل بالنسبه لمين، بالنسبه لاكس هو 2 اكس. 2 اكس في مين؟ في دي اكس باي دي اكس، في تفاضل اكس بالنسبه لنفسه. طب ما دي اكس باي دي اكس هي واحد، يبقى الترم الاول ده تفاضله 2 اكس. طب دي باي دي اكس بقى ده اهي اما تخش على واي تربيع، خلي بالك واي تربيع ده، واي تربيع دي فانكشن في اكس، يبقى دي عشان تخش يبقى اول حاجه افضله بالنسبه لنفسه الاول هيديني 2 واي. جميل، في مين؟ هو انت بتفاضل بالنسبه لمين؟ مش بالنسبه لاكس؟ جميل، يبقى لازم تفاضل واي نفسها بالنسبه لاكس، يبقى لازم دي كمان تتضرب في دي واي باي دي اكس. حاول تفهم الحته دي. 2 واي او واي تربيع لما دخلت عليها دي واي باي دي اكس تفاضل بالنسبه لاكس، يبقى هفاضلها الاول كقوس 2 واي اهو في تفاضل الواي نفسها اللي هي ما بداخل القوس. ماشي، بتساوي دي باي دي اكس بالنسبه لواحد تديني صفر. طيب طبعا خلي بالك انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب ده اهي، تعرف تخلي دي في طرف لوحدها اللي هي دي واي باي دي اكس دي، نقدر نخليها في طرف لوحدها. ازاي؟ انقل دي او سيبها زي ما هي. طبعا دي بالتشين رول. تشين رول ليه؟ ليه تشين رول؟ ليه سمينا دي تشين رول؟ لانها داله جواها داله، ما هي واي دي لسه هي داله في اكس، فهفاضلها بالنسبه لنفسها الاول وبعدين نضرب في تفاضلها بالنسبه لاكس. جميل، طيب خلي دي بقى لوحدها في طرف لوحدها، هتبقى ده اهي لو استنت لوحدها 2 اكس تعدي الناحيه الثانيه بالسالب، ودي مضروبه في واي، يبقى هتبقى كانها سالب 2 اكس على 2 واي، هتبقى سالب اكس على واي. كلام جميل، لاحظ ان نفس النتيجه دي اقدر اوصل لها بالظبط لو انا فصلت الداله عن بعضها. يعني شوف فصل الداله عن بعضها هيديني واي بيساوي جذر 1 ناقص اكس تربيع، دخل بقى الدي باي دي اكس على الكلام ده كله هيدي لك دي باي دي اكس، الكلام ده كله اس نص، نص تنزل على الارض في الكلام ده كله اس ناقص نص، في دي باي دي اكس الكلام ده كله تاني اللي هو ما بداخل القوس. طيب ما بداخل القوس دي باي دي اكس لما تخش على ده، لما تخش على ده هتديني ايه؟ هتديني اهو، بص بقى اما خلصناها هتطلع برضو سالب واي، سالب اكس على واي. بس لاحظ بقى ان الطريقه دي أصعب ومعرض إنك أنت تغلط فيها بكل سهولة، لأنها دخلت في حوارات اهوت أساسا فصل الدالة عقدها لك. لكن أنت لو اشتغلت بالنظام ده على طول هتلاقي نفسك جبت الحل وإن شاء الله ما غلطتش، أو حتى لو غلطت في الحل النهائي فأنت عملت خطوات تقدر تاخد عليها درجات. بص بقى دالة ضمنية أهي، ولو راجل افصلها عن بعضها صعب جدا انك تقعد تفصلها عن بعضها اهي، وعايز الدي واي باي دي اكس بتاعت الكلام ده كله الداله دي كلها. طيب اسهل طريقه ان انا عشان اقعد افكر ان انا اعمل ايه؟ ادخل الدي واي باي دي اكس، دخل يلا الانسر اهي،
دي واي باي دي اكس لما تخش على الترم الاولاني، لاحظ 2 اكس تربيع مضروبه في واي، ده داله مضروبه في داله، يبقى الاول 2 اكس تربيع تفاضل الواي بالنسبه للاكس هو دي واي باي دي اكس، زائد الثاني اللي هو واي اهو في تفاضل الاول اللي هو 2 اكس تربيع يدينا 4 اكس. كده يبقى الترم ده خلص. شوف بقى الترم ده مش واي اول في تفاضل ثاني زائد ثاني في تفاضل اول. طيب واي تكعيب، هنخش بقى الترم اللي بعده، واي تكعيب ماينس واي تكعيب تفاضلها ايه؟ بص بقى واي تكعيب ده لوحده كوس، كوس اهو، لان واي هي نفسها هي الفانكشن اللي انا بجيب لها التفاضل، تمام؟ كل تكعيب، طيب بالتكعيب تنزل 3 واي تربيع، كده انا فاضلت الكوس في تفاضل ما بداخل الكوس اللي هو دي واي باي دي اكس. شفت بقى الترم ده اتعمل ازاي؟ زائد الواحد ده بقى تفاضله بصفر بالنسبه للاكس لانه حد ساب، بيساوي، اوعى تنسى ان دي معادله، بيساوي، يبقى الطرف اليمين هو نفسه تفاضل الطرف الشمال. اكس تفاضلها بالنسبه للاكس هو 1، طب و2 واي تفاضلها بالنسبه للاكس، بالنسبه للاكس تفاضلها بالنسبه للواي، لو انا قلت لك هات لي بتفاضلها بالنسبه للواي هيبقى 2، لكن تفاضلها بالنسبه للاكس هيبقى 2 مضروب في تفاضل واي بالنسبه للاكس. شفت الفرق؟ الفرق متغير، المتغير اللي انا بعمل تفاضل بالنسبه له هو اللي بيبقى له الكلمه الفصل في النتيجه. طبعا انا هنا طبقت البرودكت رول في الترمين دول، وهنا طبقت التشين رول في الترم ده. طيب خلاص انت بقى اتعودنا على كده. ببساطه شديده انا عايز اجيب الدي واي باي دي اكس، جمع الترمات اللي فيها دي واي باي دي اكس لوحدها اهي، عند الترم ده وعند الترم ده، الترم ده اهو والترم ده والترم ده، جمعتهم لوحدهم اهو، جميل، وخد الدي واي باي دي اكس مشترك، جميل، وجمع في الناحيه الثانيه من المعادله الترمات اللي ما فيهاش دي واي باي دي اكس، فالاربعه دي هتسافر الناحيه الثانيه هتبقى بالسالب اهي، والواحد ده تنه في مكانه هيبقى بالموجب، وبالتالي ببساطه دي باي دي اكس هتساوي اللي مضروب فيها ينزل تحت، تمام، هتساوي كده. شفت بقى ادي يا عم النتيجه. طبعا انت كنت ممكن تموت على ما تفصلها عن بعضها وما تعرفش تفصلها، لكن النتيجه طلعت بكل سهوله اهي خطوه بخطوه. طيب برضو نفس القضيه، شوف بقى بيقول لك ايه، اكسبريس دي واي باي دي اكس 4 كوزين اكس بتساوي 2 اكس زائد 1 لكل تكعيب واي، داله ضمنيه صعب ان انا افصلها، وخصوصا لان اكس ناقص واي جوه الكوزين، هتفصلها ازاي دي؟ يبقى ما قداميش حل غير ان انا اتعامل معاها زي ما هي از از، خش عليها زي ما هي، يبقى تفاضل الطرف اليمين هو نفسه تفاضل الطرف الشمال، كوزين تفاضلها ايه؟ ماينس ساين الكلام اللي جوه، في تفاضل الكلام اللي جوه، طب تفاضل الكلام اللي جوه اكس ناقص واي، تفاضل الاكس 1، طب وتفاضل الواي دي واي باي دي اكس، يبقى سالب ساين اكس ناقص واي دي، ده لوحده تفاضل الكوزين في تفاضل ما بداخل القوس، لان الكوزين كانت داخله على قوس، جميل. طبعا كل الكلام ده تشين رول. طيب الطرف الثاني تشين رول برضو، لان قوس اهو اس 3، فقوس اس 3 الثلاثه تنزل على الارض، لا ده مش قوس اس 3 بس، ده قوس اس 3 مضروب في قوسين مضروبين في بعض، قوس ده اهو مضروب في ده اهو، حلو. يبقى تعالى الاول اهو نزله زي ما هو، تفاضل الواي بالنسبه للاكس اهو، زائد الثاني اللي هو واي اهي، تفاضل الاول تفاضل القوس الكبير ده 3 نزلت على الارض اهي، في تفاضل القوس اهو اس 2 في تفاضل لسه ما بداخل القوس اللي هو 2. شفت بقى عمر، قضينا عمر عشان نطلعها. طيب صفي بقى، اما نصفي طبعا دي هتتصفى هتبقى بالمنظر ده، هنصفي ونعمل ايه؟ خليك ناصح، هنجمع الترمات اللي مضروبه في دي واي باي دي اكس مع بعضها اهي، وناخد الدي باي دي اكس مشترك، تمام، ونجمع الترمات اللي ما فيهاش دي باي دي واي باي دي اكس في الطرف الثاني لوحدها، وبالتالي تبقى دي واي باي دي اكس بتساوي ده على ده. خلاص كده جميل جدا. طيب الاكزامبل اللي ممكن تيجي على كده هي ايه؟ حاجات بسيطه قوي قوي قوي، الاكزامبل اللي ممكن تيجي عليها كل القصه ان انا بدل بجيب لك داله عاديه هجيب لك داله ضمنيه، واقول لك فايند السلوب او فايند التانجنت
او فايند النورمال او فايند العفريت، يعني هيئ نفسك لاي حاجه بقى. فمثلا اقول لك الكيرف اهو 3 2 اكس تكعيب زائد 2 واي تكعيب بيساوي 9 اكس واي. فايند ذا سلوب اوف ذا تانجنت لاين عند البوينت 1 و2. طبعا ده هنعمل ايه؟ اول حاجه هنعمل تفاضل، تفاضل ضمني، وبعد ما نعمل التفاضل هنعوض بالنقط ده عشان التفاضل ده هو السلوب، يبقى هنعوض بالنقط عشان نجيب السلوب. جميل جدا. تعال نعمل تفاضل الاول خطوه خطوه. تفاضل المعادله ده اهي 2 اكس تكعيب تفاضلها 6 اكس تربيع في تفاضل اكس بالنسبه لنفسه اللي هو 1، زائد الترم الثاني ده اهو 2 واي تكعيب تفاضلها عباره عن ايه؟ 3 في 2 يبقى 6 واي تربيع كده تفاضل القوس. ما هو واي ده انا بعتبره قوس، في تفاضل ما بداخل القوس اللي هو دي واي باي دي اكس بيساوي 9 اكس واي. لاحظ 9 اكس واي داله اهي سي انها 9 اكس مضروبه في داله ثانيه اسمها واي، يبقى في اول وثاني، الاول تفاضل الثاني 9 اكس ده الاول، تفاضل الواي دي واي باي دي اكس زائد الثاني الواي في تفاضل الاول 9 اكس اللي هو 9. تمام، حلو قوي. جمع بقى الترمات اللي فيها دي واي باي دي اكس مع نفسها، يعني شيل الترم ده انقله الناحيه الثانيه وخد الدي واي باي دي اكس مشترك اهي، طبعا اهي جميل. طيب وبعدين بعدين طبعا انت او انت من غير ما تلم الحاجات دي انت تقدر تعوض، عوض بالاكس والواي. لو عوضت بالاكس والواي الدنيا هتبقى سهله بالنسبه لك شويه، اكس بواحد وواي باتنين الدنيا بالنسبه لك هتبقى ان ده 2 زائد 8 دي واي باي دي اكس بيساوي 3 دي واي باي دي اكس زائد 6. طيب ومنها دي واي باي دي اكس في ناحيه تساوي 4 على 5، 4 على 5 يبقى الميل بتاعك 4 على 5 يبقى. طيب الاكزامبل ده بيقول لك استخدم الامبليسيت ديفرنشيشن عشان تجيب الدي 2 واي باي دي اكس سكوير. خلي بالك ده احنا دخلنا في المشتقه الثانيه، ده مش عايز بس المشتقه الاولى، ده عايز المشتقه الثانيه، يعني عايز اعمل توايس ديفرنشيشن. تعالى بالراحه كده ونمشي، يبقى نقسم المشكله لجزئين. اول حاجه نجيب التفاضل الاول، وبعد ما نجيب التفاضل الاول نبقى نعمل له تفاضل ثاني. التفاضل الاول يجي ازاي؟ واي تكعيب ده قوس يبقى 3 واي تربيع في تفاضل الواي بالنسبه للاكس دي واي باي دي اكس، جميل اللي هو الترم ده. طيب ناقص اكس تربيع تفاضلها 2 اكس والاشاره زي ما هي بتساوي التفاضل الاربعه صفر. حلو قوي، التفاضل الاول جميل جدا وتمام و100 100. طيب بس انا مش عايز التفاضل الاول، انا عايز التفاضل الثاني، يبقى همسك ناتج التفاضل الاول ده اعمل له تفاضل مره تانية. لاحظ ان 3 واي تربيع مضروبه في دي واي باي دي اكس بقت 2 فانكشن مضروبين في بعض، وبالتالي عايزين التشين رول. لو انا فضلت تاني هو ده التركه او هي دي الخدعه. طيب بص بقى معايا نجي نعملها، هتبقى كده لما ادفرنشيت اجين هيبقى الاول 3 واي تربيع نزلت اهي في الدي باي دي اكس داخل على مين؟ على الدي واي باي دي اكس، جميل تفاضل، يعني تفاضل الدي واي باي دي اكس تفاضل التفاضل يعني، زائد دي باي دي اكس دي واي باي دي اكس ايوه بتاعت مين؟ دي واي باي دي اكس بتاعت مين؟ دي واي باي دي اكس بتاعت الدي باي دي اكس 3 واي تربيع ناقص 2 واي. قال لها ازاي يعني الترم الثاني ده هو ايه؟ مش احنا ده قلنا الاول تفاضل الثاني، جميل، زائد الثاني، ما هو الثاني اهو دي واي باي دي اكس، تفاضل الاول تفاضل الدي باي دي اكس تدخل على 3 واي تربيع، جميل، ناقص 2 ده هيبقى ناقص 2 اللي هي ناقص 2 اكس خلاص، فهتبقى تفاضل بالنسبه للاكس تبقى ناقص 2 بتساوي مين؟ صفر. تعالى بقى نخلص. طبعا دي باي دي اكس ده هي اما تخش على ده هي ده معناها تفاضل التفاضل، تفاضل التفاضل يعني ايه؟ التفاضل الثاني اهي. بص بقى عشان كده كتبناها دي 2 واي باي دي اكس سكوير، دي بقت التفاضل الثاني لانه تفاضل داخل على تفاضل، زائد
تمام. وطبعا 3 واي تربيع نزلت زي ما هي، محدش كلمها، نزلت زي ما هي. يبقى ده خلاصة شوية دول شوية ده هم. طيب تعالى بقى بعد علامة الزائد، بعد علامة الزائد ده في حوار كده. ايه بقى الحوار ده؟ بص كده معايا، الدي باي دي اكس ده ايه؟ دي اما تخش على ال 3 واي تربيع هتخليها 6 واي. جميل، ف 6 واي اهي. 6 واي بس، لا في تفاضل الواي بالنسبه للاكس، في دي واي باي دي اكس. لذلك دي واي باي دي اكس اللي بره ده لها، هتلاقي دي واي باي دي اكس كمان تتضرب فيها، فهتبقى دي واي باي دي اكس لكل تربيع. هلا جت منين اللي هتتضرب فيها؟ ما هي دي باي دي اكس لما دخلت على ده خلاته 6 واي، دي واي باي دي اكس اللي هينضرب في دي واي باي دي اكس ده هيخليها تربيع. حلو الكلام؟ وناقص 2 زي ما هي. طبعا ادي التفاضل الثاني اهو، الترم ده اهو اقدر اخليه في جنب لوحده، انا اسف، التفاضل الثاني اهو، الترم ده اهو اقدر اخليه في جنب لوحده، بحيث ان انا افصله لوحده زي ما انت شايف اهو. طيب وبالتالي طبعا عشان افصله هتبقى النتيجة اهي، لازم اتخلص من ده، من الجزء اللي هو دي واي باي دي اكس لكل تربيع. طب ما اتخلص منه ازاي؟ ما هو عندك نتيجته فوق اهي، تقدر تجيب نتيجته من اهو، اهو من المعادلة ده اهي، اقدر اجيب نتيجته من المعادلة ده اهي، اخليه هو على جنب. طبعا لما اخليه هو على جنب هلاقيه بيساوي كده. طيب خد ده بقى، شيل بقى الدي واي باي دي اكس ده اهي وحط قيمته وعوض في المعادلة. انا عارف انها معقدة بس انت ان شاء الله انتوا شاطرين وهتقدروا تفهموها اهي. 3 واي تربيع دي نزلت زي ما هي اهي، ودي شلت دي وحطيت قيمتها من المعادلة ده اهي. تمام، فاضل بقى خطوة واحدة ان انا اخلي دي في طرف لوحدها اهي، لما اخليها في طرف لوحدها هتبقى كده بالمنظر ده. طبعا بالمنظر ده تقدر بقى لو هو مديلك بقى قيم الواي وقيم الاكس تقدر تطلع قيمة التفاضل التاني، لكن هو مش مديلك فخلاص هي دي النتيجة اللي احنا عايزينها. خلاص كده، انا عارف انها مسألة صعبة وعارف انكم شاطرين تستوعبوها. وطبعا الراشونال باور، راشونال باور يعني ايه؟ راشونال باور يا جماعة، الباور يعني الاسس. يعني مثلا نقول 2 اس 3، فاتنين اترفعت للباور 3. طب راشونال باور معناها اسس نسبيه، زي الجذور كده. يعني مثلا اقول 2 جذر اكس، مش دي اس نص، فالنص ده عدد نسبي، فده معناها راشونال باور. طيب هل الراشونال باورز لما بتيجي في يعني الراشونال نمبرز لما بتيجي في الاس بتاثر على التفاضل؟ لا، التفاضل بيفضل زي ما هو. يعني دي باي دي اكس الاكس اس ان هو نفسه ان مضروب في اكس اس ان ناقص واحد، حتى لو الان دي عفريت مش راشونال باور بس. طيب تعال نشوف بقى الحوار ده نجيبها ازاي. بص كده، الدي باي دي اكس لو دخلت على اكس تو ذا باور بي على كيو، وطبعا بي على كيو عشان راشونال، تمام، فبي على كيو تنزل زيها زي العادي خالص. طب وبي على كيو اللي في الاس تطرح منها واحد، هو ده القانون، هو ده القانون. والاسباب بتاعها بسيط قوي، الاسباب بتاعها طبعا مش بطالبك بيه بس تبقى عارفه، يعني تبقى عارفه ليك انت شخصيا. واي بتساوي واحد على كيو، يعني الجذر اللي دليله كيو بتاع اكس. طيب ما انا عشان اتخلص من راشونال باور ده هعمل ايه؟ هرفع الطرفين للباور كيو، يعني هخلي ده اس كيو، وطبعا واحد اكس اس واحد على كيو لما تبقى اس كيو، يعني اضربها كيو من المرات في بعضها هتديني اكس. انا اتخلصت كده من راشونال باور. جميل، تعالى بقى، تعالى فاضلها في تفاضل ضمني، يبقى كيو تنزل على الارض، واي اس كيو ناقص واحد في دي واي باي دي اكس بيساوي تفاضل اكس بالنسبه لنفسه واحد. جميل، اعزل دي بقى، هات دي لوحدها على جنب، لما تيجي تجيب دي لوحدها على جنب يطلع لك ايه؟ دي واي باي دي اكس بتساوي واحد على كيو في واي اس كيو ناقص واحد، اللي هي واي اس واحد ناقص كيو. تمام، جميل. طب ما هي واي اس واحد ناقص كيو اهي، واي اس واحد ناقص كيو ده اهي، اقدر اكتبها بالمنظر ده. بص خلي بالك خلي بالك خلي بالك،
طبعا احنا هنا الدالة دي في الواي. طيب انا مش عايزها في الواي، انا عايزها في الاكس، يبقى هتشيل الواي وتحط قيمة الواي باكس. طب ما هي الاكس هي اكس اس واحد على كيو. قال لها طيب ما هي تبقى اكس تو ذا باور واحد ناقص كيو على كيو. جميل، واحد ناقص كيو على كيو هتديني واحد على كيو ناقص كيو على كيو، اللي هي واحد على كيو ناقص واحد. طب ما هي اهي هي نفس اللي طلع لك هنا اهو، كأن واحد على كيو لما جيت افاضلها نزلت على الارض اهي، الاس نزل على الارض وطرحت من الاس القديم واحد. يعني ده الاسباب بتاعها. تمام، طبعا مش مشكله انك ما تبقاش فاهم دي، بس تبقى انت فاهم ان الراشونال باور ما بيأثرش، يطلع هينزل عادي على الارض ونطرح منه واحد زيه زي. طيب اكزامبل بقى على الراشونال باور اهو، بص بقى اهي. طبعا هو بيقول لك ايه، بيقول لك الدي باي دي اكس لما تخش على يو اس بي اوفر كيو، يبقى الناتج هيبقى بي على كيو تنزل على الارض، وبي على كيو الاس الجديد شيل منه واحد، واضرب كمان في تفاضل الدي واي باي دي اكس اللي هو مين المتغير اللي انا بفاضل اكس، المتغير اللي انا بفاضل بالنسبه له. طب تعال نحل اكزامبل بسرعه كده عليها، تعال نحل اكزامبل بسرعه على الكلام ده كله. بص كده، فايند الدي باي دي اكس لما تخش على الكوز ده اهو، دي باي دي اكس لما تخش على الكوز ده اهو، ايه اللي هيحصل؟ ركز بقى معايا. اول حاجه دي باي دي اكس ما تخش على الكوز ده اهو، ده كوز بس مش مرفوع لخمسه ولا سته، ده مرفوع لخمس. جميل، يبقى اما اجي احسب يبقى خمس هينزل على الارض اهو عادي جدا. القوس نفسه أس سالب 4 تخماس اللي هو خمس شيل من واحد اتفضل 4 تخماس، في تفاضل ما بداخل القوس، ما بداخل القوس اللي هو واحد يديني صفر تفاضله صفر، واكس تربيع يديني تفاضله 2 اكس اهو. خلاص كده. طيب ممكن تصفي كمان وكمان، لما تيجي تصفي هتبقى 2 على 5، 2 على 5 اللي 2 اكس في خمس بقت 2 على 5 اكس، والقوس نفسه أس سالب 4 هو ده الناتج النهائي. طيب ممكن نخش برضو في حاجه زي كده، تمام، اكزامبل زي كده. بص كده في الاكزامبل ده، دي باي دي اكس داخله على القوس الكبير ده اللي هو اكس على واحد زائد اكس تربيع لكل اس نص. طيب دي باي دي اكس لما تخش تعمل ايه؟ ولا اي حاجه، النص هينزل على الارض اهو، وبعدين اللي جوه القوس اس سالب نص تفاضل عادي للقوس، ودي باي دي اكس تخش بقى على القوس تشتغل معاه تاني مع نفسها بنفسها. طيب لما دي باي دي اكس تخش تاني على القوس هشتغل عليه كايه؟ داله بسط ومقام، فهيبقى فيه المقام تربيع اهو، طبعا الجزء ده نزل تاني زي ما هو مفيش تغيير. طب ودي باي دي اكس لما تخش على ده هيديني المقام تربيع اهو، المقام واحد زائد اكس تربيع تفاضل البسط واحد ناقص البسط اكس تفاضل المقام اللي هو 2 اكس. صف يا معلم، هنحصل على حاجه زي كده. وطبعا يعني انا في الحاجات اللي زي دي يهمني انك ماشي في الخطوات صح، تمام؟ يعني مش لازم توصلها لي للخطوه النهائيه، لا، ممكن طالما انت ماشي في الخطوات صح والدنيا ما وقعتش منك يبقى الدنيا تمام، ويعني مش هتنقص كتير ان شاء الله باذن الله. طيب الموضوع اللي بعد كده هو لوبيتال رول. لوبيتال رول ايه بقى؟ اللوبيتال رول ده، لوبيتال رول يا جماعة، عمرك سألت نفسك لو في فانكشن تفاضلها، أنا آسف مش تفاضلها، لوبيتال رول هي طريقة لإيجاد الليمت. ليمت احنا هنرجع تاني لليمت، هنرجع تاني. طيب ليه؟ طريقة لإيجاد الليمت. الليمت انهي بقى؟ خلي بالك لما الليمت بتطلع كميه غير معينه، يعني تطلع صفر على صفر او انفينيتي على انفينيتي، في الحاله دي احنا قلنا بنحلل وعشان نتخلص من العامل الصفري. طب انا بقى هدي لك طريقه من غير ما تحلل ولا توصل للعامل الصفري تقدر تستخدمها في حاله ان الليمت طلعت صفر على صفر او انفينيتي على انفينيتي. ايه الطريقه دي؟ اسمها لوبيتال رول. بص معايا عشان تفهمني، لوبيتال رول ببساطة بتقول ايه؟ بتقول لما تيجي تحسب الليمت بتاع الدالة اسمها يو اوف اكس على دالة اسمها في اوف اكس، بسط على مقام اهو،
وعوضت تعويض مباشر والنتيجة طلعت صفر على صفر أو انفينيتي على انفينيتي، لازم تعوض تعويض مباشر الأول والنتيجة تطلع صفر على صفر أو انفينيتي على انفينيتي. طيب بعدين أعمل إيه؟ كنا بنتخلص من العامل الصفر، لا هنا لا، فاضل البسط لوحده، التفاضل البسط لوحده هو يو شرطة واقسمه على الفي داش اللي هو تفاضل المقام لوحده، وعوض تاني في الحالة دي هتطلع لك الليمت. طب طلعت صفر على صفر تاني او انفينيتي على انفينيتي تاني، ايه ديفرنشيت تاني، بس الديفرنشيت ايه؟ مش بسط ومقام، يعني مش المقام تربيع والمقام مش هتفاضل الدالة كلها، ده انت هتفاضل البسط لوحده وتفاضل المقام لوحده. يا عمي عشان افهم، بص على الدالة دي كده، ليميت لما اكس تقول لزيرو 7 اكس ناقص ساين اكس على اكس سكوير بلس ساين 3 اكس. طيب طبعا هو عايز الليمت لما اكس تقول لصفر، عوض بصفر كده، لو عوضت بصفر هتطلع الداله بصفر على صفر. جميل، في الحاله دي اقدر احط لوبيتال رول. جميل، تعالى بقى نشوف لوبيتال رول هيحلها ازاي. لوبيتال رول بيقول لك فاضل فوق وفاضل تحت، يبقى دي باي دي اكس هتخش فوق مره هتخش تحت مره. طيب اما تخش فوق تفاضل السبعة اكس هو 7 وتفاضل الساين هو كوزاين والاشاره زي ما هي. طب وتحت دي باي دي اكس بتخش على الاكس تربيع تدري 2 اكس، وما تخش على الساين 3 اكس. اركز بقى الله يكرمك، الساين يديني كوزاين 3 اكس. طيب وما بداخل الساين اللي هو 3 اكس يديني 3، حلو كده. طيب عوض بقى في الحاله دي، طبعا لما تعوض هيدي لك 7 ناقص كوزان 0، كوزان 0 اللي هو بكام؟ كوزان 0 ب1، في 2 في 0 زائد 3 كوزين 3 في 0، كوزان 0 برضه. 7 ناقص 1 ب6 على 3 فيها ال 2، فيها ال 2 يبقى الناتج 2. طب اكزامبل تاني اهو، ايفالويت الليمت، ايفالويت الليمت. بص معايا الليمت لما اكس تقول ل3، اكس تربيع زائد اكس ناقص 12 ده البسط، اكس تربيع ناقص 9 ده المقام. طيب لما نيجي نجيب الليمت لدي تعويض مباشر ايه اللي هيحصل؟ طبعا التعويض المباشر هيديني هيديني ايه؟ صفر على صفر. طيب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحلل عشان نطير العامل الصفري اللي هو اكس ناقص 3، صح؟ هتحلل تحت فرق بمربعين وتحلل فوق تحليل عادي، ونطير ده مع ده، يتفضل اكس زائد 4 على اكس زائد 3، عوض بقى بالتلاتة يطلع لك 7 على 6. خلاص مش هنحلها كده. طب تعالى بقى نستخدم لوبيتال رول عشان نحلها. الحل بلوبيتال رول بسيط جدا، اعمل تفاضل فوق وتفاضل لتحت. تفاضل فوق هيديني ببساطة شديدة جدا اهي، هيديني 2x زائد 1، وتفاضل تحت هيديني 2x بس، عوض بقى كده يدينك 7 على 6 زي الطريقة الجبرية ما كانت بتديلك. خلاص كده يبقى لوبيتال رول بتعمل ايه؟ لوبيتال رول بتحللي او بتجيب الحل على طول، بس بشرط مش هينفع اطبقها الا اذا كانت الدالة صفر على صفر او انفينيتي على انفينيتي. خلاص كده. طيب برضو اقدر اجيب حاجة زي كده، ساين 3 اكس على تان 4 اكس، هات الليمت لما اكس تقول لزيرو. طبعا بالجبر مشوار طويل عشان احلها بالجبر، ساين 3 اكس على تان 3 اكس، همسك التان احولها لساين على كوزين، وبعدين استخدم بقى قاعدة شايف بقى ساين 3 اكس وحطيت لها اكس وبعدين هضربها في 3 عشان تبقى ده هي الليمت بتاعتها 1. حوار يعني كبير قوي، تمام، حوار كبير قوي 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 قوي، تمام. فدي طبعا هتديني 3 لان ده الليمت لما تخش ساين 3 اكس على 3 اكس لما اكس تقول لزيرو فيها الواحد، تمام. وهنا ربع برضو ليميت 4 اكس على ساين 4 اكس، خلي بالك ساين 3 اكس على 3 اكس برضو 4 اكس لما تبقى فوق وساين هي اللي تحت تدي لك واحد برضو، لان هي اصلا بتدي لك واحد، معناها ان البسط قد المقام فبيدي لك واحد، فمش فيش مشكلة لو جات لك مقلوبة برضو هتدي لك واحد، يبقى دي 3 ودي ربع. طب وليميت الكوزين 4 اكس لما تقول صفر ده هتدي لك واحد، 3 تنضرب في 4
يبقى الناتج كام في الآخر؟ 3 على 4، ماشي؟ أنا آسف، 3 في تضرب في ربع تديني 3 على 4. بلوبيتر رول بقى سهلة جدا جدا جدا. أنت هتجيب تفاضل الساين 3x وهتجيب تفاضل التان 4x وتعوض، هيطلع لك الناتج 3 على 4 على طول من غير الوش ولا الهوسة اللي احنا عملناها دي. أهي بص كده، ساين 3x، الساين تديني كوزاين 3x، وفي تفاضل ال 3x اللي هو 3. طب والتان 4x، التان تفاضلها سكة تربيع 4x، في تفاضل ال 4x اللي هو 4. عوض بقى بالصفر، كوزاين صفر هدي لك 1، ده كل ده بواحد، وسك تربيع صفر هدي لك 1 برضو، يبقى الناتج هو 3 على 4 زي ما جبناها جبريا وطلع 4. خلاص. طيب اكزامبل اخير، ودي اخر سلايد في المحاضرة. انا عارف ان انتوا تعبتوا جامد جدا جدا، وانا شخصيا تعبت، بس ده اخر اكزامبل في المحاضرة. لو انا بحسب الليمت دي، الليمت دي بص كده، عوض هتطلع 1، كوزاين صفر 1 ناقص 1 يبقى فوق صفر وتحت صفر. بلوبيتال رول اهي ببساطة شديدة جدا. اعمل تفاضل لده، سالب كوزاين، كوزاين نفسها تدي لك ساين، تمام؟ بس هي سالب كوزاين، كوزاين بتدي ماينس ساين، بس دي سالب، يبقى سالب في سالب يدي لك ساين، ماشي؟ طب وتحت يدي لك 2 اكس. خلي بالك بقى عشان الاكزامبل ده جاي عشان الحتة دي، تعال لما تيجي تعوض هتلاقيها صفر على صفر تاني. طالما صفر على صفر تاني يبقى ديفرنشيت فوق وتحت تاني، ماشي؟ ديفرنشيت فوق وتحت تاني، الساين يديني كوزاين، والاكس 2 اكس يديني 2. الكوزاين عوض بقى بالليمت، عوض لما اكس تقول لزيرو، كوزاين زيرو بواحد، والتين خلاص ما فيهاش حاجة، يبقى نص، يبقى الناتج بتاع دي نص. يبقى الاكزامبل ده انا جايبه لك ليه؟ جايبه لك علشان اقول لك بالفرض لو انت عملت ديفرنشيشن فوق وديفرنشيشن تحت ولقيت الناتج ما بيتغيرش صفر على صفر، يبقى اعمل ايه؟ ديفرنشيت اجين، ماشي؟ وشكرا جزيلا، واي اسئله جمعوها لي بس، وان شاء الله هرد عليها لما هرد عليها، ابعتوها لي على الميل وهرد عليها، ولو في توضيحات هوضحها ان شاء الله لما ترجع الدراسه، ولو في حاجه تستدعي اني انا اعمل لكم او اشرح لكم اكزامبلز ثانيه هعمل بناء على الاسئله اللي انتوا هتقولوها لي. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.